سلامتكم ناس كل، مرحبا بكم في سهرية جديدة في الصحة والناس، وإحنا واضحين نتلقاو ديما على صحتنا وعلى حاجات تهمنا، تهم وليداتنا، تهم عائلاتنا بصفة عامة، وحستنا متنوشة فيها من كل شيء شوية شوية، فيها مواضيع أنتم طلبتوها على الباج متاعنا الصحة والناس الوطنية 2، وزادة على الباج فيسبوك أوفيسيال الوطنية 2، طلبتوا أنه نحكيو شوية على تضعيف كيفاش نجمو نضعفو، وهذه حكايتها طويلة ما تنجمش تكون في حصة. اخترنا أنه نبداو من تويكا نحكيو شوية على ليدغينور، أن هم البهين، أن هم اللي ينظفوا البدن بصفة عامة، أن هم اللي يمشيوا ديريكتومون للتضعيف. هذا باش يكون إن شاء الله موضوعنا مع دكتور سامي غطاس، باش نحكيوا زادة على الكوبفا، تنقيس مشاهية في وصفات طبيعية وباش تكون 100% طبيعي. صغيراتنا والقلق هم محليهم وربي فضلهم، وديما نقول إن شاء الله في كل دار فما كالملايكة والروح هذيك، أما ساعات البيبي يكون هو الأولاني بالكل في العائلة، يدخل العائلة بعضها ما عادش يفهم مرويحهم، شبيه بكي شبيه برقدش شبيه رقد برشا، كان رقد شبيه رقد، وكان مرقد شبيه رقد برشا، وكان عنده شوية هكا قشرة هكا زايدة زعما شبيه، وكان بكي شبيه، وكان سكت زعما شبيه ساكت. دونك هذوما كل إن شاء الله باش نشوفوهم مع دكتورة إيمان الرياحي اللي هي مختصة في أمراض الأطفال، باش نحكيو على النجاح اللي هو كل واحد فينا يحب يكون ناجح. وش معناتها انسان ناجح، وكيفاش ينجم يكون الانسان ناجح في مختلف الاعمار؟ باش نطيبوا ماكله بنينه برشا 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 زمنيه رايا الحسو، الحسو من الماكل مش تهيئ صيف وشتاء، ما خاصه الشتاء كي بدا نفلفل شويه، والحسو نتاعنا سبيسيال خاطرنا في كويزين ديتيتيك، دونك باش نطيبوا بالقمح. الحسو نتاعنا باش يكون حسو قمح مع شيف انيس برزوكا، باش نحكيو في الاستيتيك زاده، ونحكيو لازير اليوم مع دكتوره سماهر بوشناق، وبيان سور لازم التغذيه تكون موجوده، هي انا ديما نقول هي العرسه، التغذيه هي العرسه، حذامي بالحاجه اخصائيه في التغذيه تعطينا اليوم كيفاش على شو نركزوا بلوتو، للصغير اللي يكون انيميك ولا الكبير زاده يكون عنده فقر الدم، يعني موضوعنا في ماكلتنا باش يكون فقر الدم. مع هذا كل نتمنى لكم ان شاء الله مشاهده طيبه الساعه اولا، وثانيا تكونوا في صحة جيدة، تكونوا لباس، تكونوا فرحانين، تكون معنوياتنا حلوة، يكون غدوة إن شاء الله خير بالنسبة لنا الناس الكل. أي سيدي خلينا نبدأ مع دكتور سامي غطاس، مرحبا دكتور. الله يبارك فيك. نورتنا. الله يحفظك، الله يخليك. موضوعك مهم ياسر اليوم. أي. يعني كان خلطنا باش نخدموا على الدغينور اللي هو التصريف معناها، واللي هو تويكا موجود دي برودوي حاضرين باش ولا نعملوه في الدار. أي. لكن أنا علاش حبيت نبدا به هو؟ برشا خلط فيه هو دكتور. صحيح. معناها ان تحل يوتيوب تلقى برشا انواع، تلقى ناس مختصه وناس مش مختصه، والناس كل تحكي فيه. دونك هنا باش نحكيو اليوم شويه بامور طبيه، معناها اذا كان انا عندي السكر مسموح لي، اذا كان عندي الدم مسموح لي، اذا كان شكون الناس اللي مش مسموح لهم بالليدغينور، شكون الناس اللي مسموح لهم بالليدغينور والاخرين لا. دونك هذا كل ان شاء الله باش يكون معاك اليوم دكتور. دكتوره ايمان الرياحي مرحبا بك. عسيمة مدام اليوم نورتنا، يعيشك. نورتنا دكتورة. نحكيو على صغيراتنا اليوم إن شاء الله، اللي قلبوا بو اللي قلقوا صغير، اللي الأم ولا البو ما يفهموش صغيرهم من الأول، دونك احنا باش نحاولوا نعاونوهم كيفاش يفهموا صغيرهم وكيفاش فيت يتفرهد صغير ونفرهدوا زادة لي بارون. معناتها نحكيو على مام العين احنا، خاطر الصغيرات عند والديهم عزيز وعند مميتهم عزيزهم عزيز، وساعات كي يبدا صغير ولاني في العائله تلقاه عند العائله الكل، وساعات كي تلقاه هو الوحيد في النهج تلقاه عند النهج الكل. دونك بالحق معناها الصغير يدخل فرحه كبيره ياسر. كان سمعت دكتور، سمعت حس السكينه عمره ما يستناني، تو حسوش فيه بدا والله حسيت حس السكينه، شايف بديت ولا لا؟ لا مازلت سنه فيه. مستحيل مستحيل. شايف انيس مرزوقه مرحبا بيك. مرحبا بيكم، نورتنا برشا. شايفنا، يعطيكم الصحه. أنا جيتك لكوجينتك بعد شوية. مرحبا مرحبا. باش نبدا معاك دكتورة إيمان الرياحي، مختصة في أمراض الأطفال، باش نحكيو على صغيراتنا، باش نمشي معانا اختيوة باختيوة. اكزاكتومون. وأنا باش نبدا نحكي على الصغير، تو اخترنا الصغير لو نوفو ني، مازال كي تولد. داكور. نحبوا نفهموه. أول حاجة نحبوا نفهموها، يهبط الصغير عنده برشا قشرة. اكزاكتومون هي من على الاول الثاني في الراس. اي في هذيك اللي مش القشره، هذيك اون فيت سي دي سيكريسيون، معناها نحترموهم. القشره اللي تنحى مع شعرك اللي لاصقه في الشعر هذيك الاباري بعد جينيرالمون ابخي ان موا دو موا، الديرميت سيبوريك اللي تلقاها في البلايص الدهنيه.
هذيك ساعات النهار الاول الثاني سي تلقاها لون البيبي كله مبدل ابيض بدل هذيك يتولد يتولد بها وهذيك باهيه ولي ايدراتونت سي دي سي اون سوبستانس يتولد بها صغير لي ايدراتونت احنا اون لا ريسبكت جينيرالمون احنا قبل يقولوا دوش صغير ملي يتولد تبي كنقولوا دوش وحتى ابري دو جو خاطرك السيكريسيون هذوك ولا السوبستانس هذيك لي ايدراتونت احنا معناها اون فوا دوشت له معناها دوشوا له في الـ في الـ في الكلينيك لوم تاعش نتوقع نهارين ما داوش لاسبيغ بيان سور هي احنا حتى في الكلينيك ماذا بينا ما عادش ندوشوا دي لو بروميي كو جوست نحيوا كل لي سالتي من الاول اما هذيك دي سيبسونس نحترموها خاطر تري تري هيدراتونت و تري بينيفيك وفيها دي فيتامين باهين للقشره نتاع الصغير واحنا نحكيو على الكلينيك نحب تحيه خاصه جدا لكلينيك كارتاجين اللي احنا نصوروا فيه واللي هو زاد فيه طاق كامل معناها للولاده للصغيرات ومزيان ياسر وفيه احدث ما فما تلقاوه لهنا دونك ميرسي بوكو لكلينيك كارتاجين هذا بالنسبه لك القشره الاولانيه اللي احنا كنا في ساعه ماذا بينا لو كان تمشي ما عادش راها ونراو قشره البيبي صافيه احنا ماذا بينا البيبي ديما مزيان واحمر وغاز ومحلي كما في التصاور نتاع الوحدين اللي كنت ماذا بينا ديما البيبي ما فماش حاجه تثير الانتباه exactly. لو فما حاجه تثير الانتباه شبيها exactly. كيما قلت انا في التقديم يعني كان برشا زعما شبيه exactly. كان ساكت زعما شبيه مريض ولا بيه حاجه كان احنا حاجه مانيش فاهمينها مازال تزيد علينا سي نورمال دونك نقول للامات اللي تتفرج فينا وسعوا بالكم وسعوا بالكم برشا انتم بين يديكم حاجه بنينه وحلوه احساس ساعات ما تفهموش الام الاول ساعات تفجع منه الام الاول اما حط في مخك اللي انت عندك سند بين يديك تويكا معناها صاحبتك ولا صاحبك حياتك الكل هو اللي باش يكون معاك حاجه احساس مزيان ياسر اجا افهموا معنا اليوم نستدعاكم باش تفهموه باش ما عادش كالبانيك وكالفجعه وما عادش تهنينا على حكايه القشره دونك المشكل الثاني اكثر مشكل ينجم يعرض لامات لبكي لبكي اكزاكتومون احنا فما بارتيكولاريتي نحب نقولها بالنسبه للام الام اللي نفس احنا باش نحكيو معناها بلغه مبسطه الام النفس عندها انغواس معناها تلقى تخرج من الكلينيك البيبي هذيك حاجه جديده هي تستنى فيه وفرحانه به مي حاجه جديده بالنسبه ليها دونك هي هاك الكائن المزيان هذيك باش تبدا تتعرف عليه هي باش تتعرف عليه وهو زاد باش يتعرف عليها لين تتخلق هاك النوسيون نتاع لافيكتيفيتي فما اكيليبر ما بيناتهم هي باش توصل تتعرف عليه اول حاجه اللي باش ما تفهمهاش هي البكاء ما الفاتيت تري تري انغواسي ما تعرفش اللي صغير خاطر ما يتكلمش باش يعبر بالبكاء احنا صغير باش يبكي مش معناها باش يبكي سي اون اورجونس ولا يا فما حاجه هنا باش نعاونها انا وقتاش تعرف البكاء اللي هو حاجه باثولوجيك حاجه مش نورمال ولا البكاء اللي هو نورمال باش نعطيها ديزاستوس باش تفهم صغيرها صغير قام يبكي اول حاجه فكروا فيها شنو الجوع صحيح ولا هذاك صحيح داكورد نحب نقولها نوفوني راهو يرضع كل ساعتين راهو مش كيما احنا الكبار عندنا ثلاثه وجبات ولومشتين هما يرضعوا كل ساعتين خاطر الحليب اللي فاسيلمون ديجيري دونك في ساعه ما يجوع لو نوفوني دونك اول حاجه تحاول تحملو الصغير كي تحملو وتعطيه الصدرلم خاطر احنا ديما لي بيدياتر نشجعوا على الرضاعه الطبيعيه دونك ديما نحكيو على الصدرلم وتلقاه يرضع ويسكت دونك هذيك الجوع داكوردو دونك كيف كيف ماهوش جيعان سي بون وقام يبكي كيف كيف نحملوه كان سكت راهو مش موجوع كان ما سكتش راهو موجوع على خاطر الصغير الموجوع ما فما حتى شيء باش يسكتو هو موجوع يلفا سو بلانتر راني فما حاجه مقلقتني داكوردو كاينو مش موجوع راهو الى بزوان كليا افكتيف حاجته بالحنان نتاع الام راهو الى لو دووا راهو العامين الاولانيين الصغير قد ما نعطيوه من حنان الام وشويه داكوردو احنا فما يقول لك راهو خليه يبكي باش يستانس ما تنسوش بالحمله ما هذه هي لاتيتود جينيرال اللي نسمعوها باش نقول لهم راهي هذيك بالنسبه للعامين الاولانيين فما دي زيتود تخلقوا جدد تعملوا جدد يقول لك بالنسبه للعامين الاولانيين الصغير قد ما تعطيه من حنانك على قد ما هو معناها تحملوا على قد ما تبشبش بيه على قد من نهار اخر تلقاه اكيليبري وعنده كونفيونس في روحه داكوردو حاجه اخرى اللي اتفرق ما بيناتنا احنا توا عصرنا توا والعصر نتاع امهاتنا واجدادنا اللي احنا ولينا دي مامون ترافايوز اللي المراه ولات تخدم
داكور دو دونك على قد ما المراه باش تعدي وقت في الخدمه على قد من بعد كي باش تروح باش تعدي وقت اقل مع صغيرها. دونك كي انت ما تحرموش من التحنين ومن الحنان وكل شيء وقتاش باش تعطيه له الحنان هذاك داكور دو نعم بطل خدمنا لا ما بطلوش خدمنا اما راهو باش نعطيهم نصيحه راهو تبع غريزه الامومه اللي عندك انت تحب تحمل صغيرك حمله هذه هي لاستيوس شنو انت قلبك يقول لك من داخل ولدي يبكي وانا وحاش ونحب نحمله حمل صغيرك باش بيه مش خليها تو يسكت دونك بالنسبه للنصيحه الاولى تبع غريزه الامومه اللي فيك داكور دو مهم ياسر نجم الناس يقول لك اش بها متى سي ايفيدون حاجه طبيعيه وعاديه انه باش نتبع غريزه الام ليه مش عاديه خاطر احنا كي نتبعوا تويكا معناتها ابا عن جد تلقى اول وصيه ورد بالك تنسوا بالحمله هذيك علاش انا جانسيست سور سا دونك هذيك علاش الدكتوره شده صحيح اكزاكتومون شوف الحكايه نتاع فوالا تبع غريزه الام هذه تبع غريزه الام ما ساهل ياسر توا الصغير انا حملته وسكت وش دي عاده مازلنا احنا تويكا يبكي مازال يبكي حملته وشبعان ويبكي ثالث حاجه شنو نفكر فيها نتفقد الكوش ايه فما صغار هما يحملوش الكوش الممسخ وفما صغار عادي يقعد لك بسوايع وشوخ والكوش الممسخ وراقد عادي ما يقلقوش بيه تفقدنا الكوش الكوش طلع نظيف وصغيري مازال يبكي بيه رابع حاجه ديما انا نعطيهم حاجات مبسطره سباس تو دون لا تيت بيه رابع حاجه نشوف صغيري انا زعما سخون برشا ولا بارد برشا كيف كيف كي تلقى البيت سخونه برشا والا مغطي برشا وجهه احمر والعرق في في وجهه في وجهه راهو ديجا معناها ما لاز دونك سي نورمال باش يعبر على القلق نتاعو بالبكاء وهذا يزيد حاجه تصير على الاخر خاطر احنا نخاف على الصغار دونك لبسوهم برشا 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 اكزاكتومون والهوالي والبيت ما تتحلش اكزاكتومون هذا يزيد دونك هذوما الحاجات اللي لي غروند ليني باه من بعد هذه الكل ما فماش الصغير سافا ماهوش بردان ماهوش سخون برشا ومازال يبكي وموجوع خاطر ما سكتش بيان سور وشبعان وكل شيء شنو هي الحاجه نفكروا فيها الغاز البالونمون لا هنا هنا في الفتره هذه بالذات الام يبدا يشد العصب صحيح صحيح المرحله اللي من بعد باش تقول له اقعد باش تولي تبكي معاه اخر مرحله باش تولي تبكي معاه خاطر واحد يتفنن والاخر يرجع لي باش تعيط باش تعيط لامها ولا باش تعيط فهمت اكزاكتومون دونك من بعد هذا الكل وصلنا للغاز تو وصلنا للغاز موجود باش نعرفوا انا كي هو عنده غاز الغاز تلقاه بالوني صغير بالوني كرشو مكبوسه معناها تلقاه مكبوس وساعات يعمل دي موفمون بيديه ولا بساقيه معناها يقولوا احنا يقنزح ولا ساعات كي لي جون يمكن قويه يتحرك ويتسكك وتلقاه حتى في وجهه فما دي غريماس معناها صغير والسيحه نتاعو سبيسيال معناها نتاع موجوع على الاخر كيف كيف القبض راه هذوما معناها سي دي بروبليم اللي هما بنام بالنسبه لنا احنا لي بيدياتر ما بالنسبه للي مامو حاجات كبار واللي هما موجودين راه معناها الغاز والقبض سون تري تري فريكون داكور دو دونك هذوما لي غروند ليني نتاع البكي اسباب البكي داكور دو عند الصغير وديما نرجعوا كما قلت اول مره وديما نرجعوا اخر مره اخر ليني زاد كيف ما لقيناش هذوما الكل الصغير قلق وحاجته بالحمله وكاو تو سامبلومون داكور دو خاطر هو ساعات دكتوره يصير انه خاطر مازال جديد معناتها مازال جديد عند الوالدين ما يفهموش رواحهم ما يفهموش كيفاش يتصرفوا معاه ساعات يقول لك بركش انا كي بدلت له نزلت له شويه على يده تلما تبدا هو يبدا تري ياسر وصغير مازال لين ساعات تصير لك دكتوره كي يجيبوا لك الفاكسان يصير لك انك تقول لك سيس عليه بشويه تبدا بيان سور بيان سور ديجا هي بالنسبه لها هي حاجه لازم تتمس بالسياسه بالسياسه دونك ساعات الام كتبدا مهلوسه تقول بتتخ انا وجعته بتتخ انا شديته بالقوي بتتخ انا كبست عليه الكوش بزيت بتتخ انا دونك هذيك علاش انا ركزنا شويه على البكي خاطر ساعات البكي يقلق الام مش يقلق الصغير الصغير قاعد صرح في صوته اموره مريقله ما عندوش مشكله هو الام هي اللي وقتها بالحق البكي هو مساج هو رساله للعالم معني بالنسبه للصغير ما يتكلمش دونك معني رساله للعالم راهو فما حاجه كي تلوش يجوني شوفوني عبروني شويه معني فما حاجه مقلقتني لوجوا عليها شنو بشويه بشويه الام اترافير لي طون باش تولي ادفا ديكوفرير صغيره باش تولي تفهمو به وفما صغير سامحني ما هذه ما قلتلكش عليها سي كيف فما صغار قبل ما يرقدوا يوليو يبكيو
دونك هو باش يعبر على البزوا نتاع النوم نتاعو بالبكاء. هذيك جوست ان لو بيرس شويه سير قد فهم برشا هكا ب نتعداو الاهم سؤال يسالوه لك نتصور انا لوميت كيفاش نعرف صغيري عنده غازات لي غاز وشو نعمل معناها دورجونس شو نعمل فما حاجات في الميوباتي بما انه انت بيدياتر هوميوبات فما حاجات في الميوباتي تعطيهم مثلا النوفوني والا فما مساجات والا فما معناها في حاله حاله استعجاليه شو نعمل هنا كيفاش باش نقولها راهو الغاز جينيرالمون يبدا بعد جمعتين من الولاده معناها قبل الجمعتين سي غار باش يكونوا غاز الغازات تبدا تتكون ابري 2 سمان 3 سمان وتقعد حتى كشي ل 3 4 موا بي دونك هي بشنو باش تحس فما غيتم نتاع بكي تبدل بالنسبه للجمعتين ولانين بعد جمعتين الريتم والصوت نتاع البكي تبدل ولا بلوز ايغو والغازات والغاز سورتو يجي في الليل ما يتحير في الليل معناها باش يقوم لها قبل يقوم لها جوست للرضعه ويرقد توا يولي باش يقول يقوم بلو فريكامون ماهوش جيعان تعطيه البيبرون معناها ولا صدرها يلفا با لاكسبتي ماهوش باش يقبلو ويقعد يعمل كيما قلت لك قبيله دي غريماس ولا دي معناها دي موفمون بساقيه والا بيدي وساعات القاب كله مطلوق العكس ساعات الساقين معناها الكيب هكا مثنيين بالوجيه وساعات العكس مطلوق بكله ممدود هكا داكوردو وموجوع دونك هنا ظاهر فما غاز ولا الكرش تلقاها طوندو معني منفوخه بالغاز بيان سور خاطر ما خرجش وطوندو هنا راه وجهك ولدك موجوع شنو باش تعطيه لاستوس الاولانيه انت باش تنقص الالم خاطر الوجع الالم باش تعطيه الباراسيتامول مفتول باراسيتامول بور فوا مش ديما راهو بور فوا ينجم يسكت مي جينيرالمون ما يسكتش باش انت قلت لي على المساجات نجموا نعملوهم سيي احنا عرفنا اللي ولدنا باش يولي يعمل لنا الغاز دونك نعملوهم افيزي كيما نقولوا بريفنتيف اما كي تلقاه الكرش الابدومين كرش منفوخ على الاخر انت باش تنزل وباش يزيد يتوجع دونك هنا نصيحتي ما تمسش الصغير وقت تلقاه الكرش منفوخ ولا هو موجوع ويسيح لا الفو با ديكلونشي باش يزيد توجو حاجه موجوعه سيبها معناها ترتاح داكوردو شنو نعطيو احنا توا في الهوميوباتي معناها كيفاش باش نرتحوه معناها في الهوميوباتي فما 4 سوليسيون 4 تيوبات ماذا بيا موجودين في كل دار داكوردو تعرفوا منتي دكتور غطاس تقول لي اي سي بون هو يسمع ويتمتع كي تحكي على الميوباتي عندك النيوكس بوميكا عندك الكولوسانتيس عندك الكوبروم ميتاليكوم وعندك المانيزيا فوسفوريكا طبعا هذوما يسالي صعيب عليكم وانا نعذركم ونقول لكم تابعونا توا وزيدوا تابعونا على الباج نتاعنا الصحه والناس الوطنيه 2 وزاده الباج فيسبوك الباج اوفيسيال للوطنيه 2 تلقاها باج اوفيسيال وطنيه 2 على الفيسبوك ترجعوا تاخذوا الاسامي هذوما الكل هات نعاودوهم لهم احنا دونك نيوكس بوميكا كولوسانتيس كولوسانتيس مانيزيا فوسفوريكا وكوبروم مانيزيا فوسفوريكا فوسفوريكا فوالا وكوبروم ميتاليكوم احنا هذوما راهم كان بالنسبه للبيدياتر مش باش يعطيهم الكل مع بعضهم خاطر البيدياتر اللي اكزاميني لونفون باش يعمل الانتيروغاتوار دونك يعرف شنو باش يعطي بالنسبه للمامون اللي تحب تاخذهم تنجم تاخذهم الكل مع بعضهم فهمت تعمل كل خلطة نتاعها وتعطيهم له دون فاسون كونتينيو كل ساعه كل ساعتين ملي تولد بون احنا قلنا الغازات من 15 يوم فلا من 15 يوم من 15 يوم تشرب 5 كيلو في الماء تحطه كل يوم تعطيهم له كل يوم دون فاسون بريفونتيف قداش من غرانول كل وحده هي معناها احنا نقولوا 5 غرانول فا 4 معناها 5 5 5 5 4 مرات في النهار داكوردو هذا كل يوم كل يوم ان شاء الله باذن الله معناها يتنحاول الغاز المهم في محل شكرا ليك دكتوره نورتنا برشا دكتوره ايمان الريحي مختصه في امراض الاطفال وانا قلت قبيله بيدياتر اوميوبات باش نعرف اللي رانا ناخذوا في اسامي من عند السورس بيدها معناها شكرا لك اللي كنت بحضنا دكتوره باش نمشيو نحكيو شويه على اللازر نفهموا شويه لو لازر ايبيلاتوار مع دكتوره سماهر بوشناق شنو اللي بيه فيه شنو اللي خايب اللي فيه شكون الناس اللي استعملوه شكون اللي ليه وهنا راجعين عسلامة مرحبا بكم في برنامج الصحة والناس
انا دكتور سمير بوشناق طبيبه تجميل. دونك اليوم باش نحكي لكم على تقنيه ازاله الشعر باللازير. كما تعرفوا اللي عندنا برشا انواع نتاع لازير في تونس. عندنا لو لازير كلاسيك اللي هو الانديات، عندنا الديود اللي باش نخدموا به اليوم اللي موجود عندي في العياده، عندنا اوسي لالكسندريت، وعندنا زادت فما نوفيل جينيراسيون موتوس اللي جاي ما بين لالكسندريت والانديات. هذه الكل معناتها انواع نتاع لازير. اليوم باش نخدموا بالديود. الديود نخدموا بها ما تسمى جديده في تونس، اما نخدموا بها عنا سنوات. علاش لو بلوس نتاع الديود؟ على خاطر عندها معناتها افيكاسيتي على تو تيب دو بوال، وزاد الانواع الالوان نتاع البشره، من البشره السمراء للبشره الفاتحه. دونك حاجه اخرى في الجهاز هذايا اللي هو البياسه نتاعو كبيره، دونك اسرع، يتطلب اقل وقت. مثلا اللي نعملوا ايبيلاسيون نتاع بدن كامل كورونتي اللي كنا قبل بالاجهزه الاخرين نقعدوا فيهم ساعه ونص، نجموا نقعدوا نص ساعه بالمرتاح، وزاد ما يوجعش. دونك توا نشوفوا مع الباسيونت لا سنسيبيليتي تحسها اللي هي اقل وجيعه. دونك اول حاجه نعملوها لازم تكون الباسيونت بيان غازي. جينيرالمون تعمل الغازاج نتاعها ليله قبل السيونس باش ما تتهريش. دونك اول حاجه نبداو الماركاج نتاعنا باش ما ننساوش وين وقفنا. فوالا بالكريون بلون. بعد ما عملنا لو ماركاج اون فا ابليكي ان جيل، اللي هو ان جيل ماهوش باش يبرد على خاطر الجهاز فيه ان سيستيم دو فخوا، مي تو سامبلومون باش يخلي البياسه ما الجليس، معناتها تزلق وتخلينا نكونوا معناها اسرع. فوالا دونك بعد ما اون ابليك لو جيل لازم بيان سور نشوفوا الانرجي، معناها اللي باش نستعملوها سويفون بيان سور نوعية اللون البشرة ولون الشعر. فوالا دونك نبداو نخدمو. سبعة نوجع فيك؟ سبعة نجمو راهو نزيدو نقويو، اما جو بريفير نقعدو في الانرجي هذايا. كما نشوفوا البياسه ما الجليس، اون اي تري رابيد، اون اي تري افيكاس اوسي. راهو نذكر اللي الديود راهو هذايا لازير، سي با دو لا لوميير بولسي، على خاطر فما برشا عباد ما يغلطوا. فوالا دونك كانت هذيا جلسة نتاع ايبيلاسيون لازير عملناها في اليدي. اللازير راهو ما فيهش اثار جانبية، سي ان فيسو اوني ديريكسيونيل، السيبل نتاعو هما الميلانين الموجودة في الشعرة والموجودة في الجلدة. دونك هو يبدا يقتل الميلانين نتاع الشعرة بروغريسيفمون. دونك سي اون ايبيلاسيون كي بروغريسيفمون ديفينيتيف. ما عادش نحكيو على بروغريسيفمون ديفينيتيف، ولينا نقولو بيرمانونت، على خاطر نون سيلمون سي اون كور دو بلوزيور سيونس، معناها جينيرالمون هي ما بين 6 حصص و 8 حصص، ما بين الحصه والحصه شهر. بيان سور بعد ما نكملو الكور نتاعنا لازمنا دي سيونس دونتروتيان. علاش دي سيونس دونتروتيان؟ على خاطر اللي كيما نعرفو الشعر الباس باغ بلوزيور فاز في السيكل. هي 3 فاز اللي باش نحكيو عليهم. لا فاز عندنا اناجين اللي هي لا فاز اللي الشعره تبدا لاصقه في البول موجوده، وهذه هوني اللازير يكون افيكاس للشعره. دونك احنا في كل جلسه الشعرات الموجوده في الفاز اناجين باش نقتلوا 15% منهم. دونك كي يبداو فما شعرات في الفاز اناجين اون فا اتر افيكاس. فما الفاز كاتاجين اللي شعرات اللي تبدا ميته فيهم ميته. دونك اللازير اي ني با افيكاس في الفاز هذيا، والفاز تيلوجين اللي هي شعره تطيح. دونك على ذلك اللي احنا لازمنا برشا جلسات، على ذلك ما بين الجلسه والجلسه كل جلسه نقتلوا 15% من الشعرات الموجوده،
ولازمنا بيان سور دي سيونس دونتروتيان سا ديبان علاش هي اون ابيلاسيون بيرمانونت على خاطر بعد ما كملنا الكور الشعر يقعد ما يطلعش مده زمنيه كبيره ما نعرفوش ما نجموش نحدوا قداش باش يقعد ما يطلعش على خاطر تو سامبلومون سا ديبان دي بيرسون فما عبيد يقعد ما يطلع لهمش مدة عامين وثلاثة سنين وفما عبيد يقعد حتى بالستة سبعة سنين انتي والعبيد ان هذي انتان كتبيب ما نجمش يحدد قديش بش يقعد ما يطلعش شعر الحاجة الامبورتانت اللي فماش اثار جانبية في اللازيغ واللي حتى الحوامل واللي رضعوا ينجموا يعملوا اللازيغ متاحهم على خاطر هو ما فيش حتى اثار جانبية رجعنا معاكم رجعنا الكوجين تشيف انيس برزوقه احلى كوجينه بارك الله ابن كوجينه ميرسي يا اسمع ديره مش باش هتينا راه باش هت برشا ناس جربوا لي غوسيت سورتو لي غوسيت نتاع راس العام برشا ناس جربوهم وقالوا لي حتى ما خلطناش لو جوغ ميم باش نطيبوا اما خذينا لي غوسيت وجربناهم من بعد على راحتنا وحاجه ناجحه جدا دونك ميرسي شيف وربي يخليك لينا احنا بطبيعتنا اترافير الباج نتاعنا دونك ما عادش نحكموا احنا في اللي روسي لا 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 هما يحكموا فينا هما يعطيونا لا لا نحبوا حسو نحبوا فهمنا هما يطلبوا احنا ننفذوا اترافيرهم هما احنا نحاول نوفروا لهم كل شيء ودايغ واحنا نحكيو على المشاهدين نتاعنا نحب نسلم عليهم ونبعث لهم بوسه كبيره برشا خاطر وين ما يلقاوني وين ما نتلاقى انا وياهم في اي بلاصه يوصلوا لنا كان ملاحظات الحلوه المزيانه وحتى كان عندهم مواضيع وحتى كان عندهم نقد نقد نتاع محبه معناها ناس نحس المحبه في عينيهم وفي كلامهم ميرسي بوكو شافنا الحسو انا في الاوف قلت لك شنو هذا حسيتك انك باش تعمل سلطه بالضبط ايه يا اخي قلت لي الحسو احنا حسو كوتي نيتريسيون دونك حطينا نحطوا الفالور نتاع الخضره نتاعنا وحبينا نبعدوا على الطماطم معجونه حتى طماط فريش يجي بنين بالطماطم الخضراء نشوفوا مع بعضنا دونك حاجه بنينه دونك اي حاجه نبعدوا نحاولوا لو ماكسيموم الطماطم معجونه من نبعدوا عليها نحطوا الفريشور نتاع الخضره اللي هي السفناريا والفلفل والبصل والثوم وال دونك احنا توا هنا عندنا زيت اقطاني قاعد في الاولى نتاعنا باش نحطوا اللحم مفروم هو الاولاني اي هو الاولاني اللحم مفروم اللي هو بالنعناع مع دنوس وبصل وفيه احنا الفستق والفيح نتاعنا هو تابلو كروية والملح بالضبط المره دي ما زرفتكش يعني استنيتك وهم بعد شنو استنيتك شيف تبي ميسج تو نيست تفرج فينا نقولوا استنيت ميسج هذا كله ما استنيتك لا اسمع لي بولات حاضرين والدنيا مقصوصه وكل شيء تقولوا انتم كيف سميوها انتم ميزون بلاس ميزون بلاس دونك بيسك الوقت دونك ضيق ضيق دونك نحاولوا الماكسيموم باش نوصل المعلومه للساده المشاهدين ساعه محليه حسوب الثوم الاخضر ني بالضبط بتبيع خاطر احنا تونسري تخدم ماشيين اكثر انهم الثوم ديما كونجلي ولا يشريوه حاضر محليه كي تبدا السنتين تاع الثوم حاضرين بالوقت فيهم اقوى برشا من كي يبدا بارد في الكونجيلاتور قلت احنا تو باش نشوفوا السفناري والبصل والفلفل باش نحطوهم مع بعضهم يقعدوا يريدوا يريو الثوم ديما نحكيو على الثوم ديما دابين نحطوه في الاخر بعد به باش تقعد المنفعه تقول انت بالضبط باش تقعد المنفعه فهمني دونك حطينا الطماطم حطينا الطماطم والفلفل ايوه والبصل والسفناريا ما عدا الثوم كما قلنا نخليه في الاخر من الحسو بالضبط هذا من الحسو اوريجينال في بالك تنعطيك من بعد خاطر الروسيت نتاع الحسو العاديه ما فيهاش لا بالطبيعه زيرو زيرو ليجوم زيرو ليجوم ما فيهاش فيها أي. البصل اللي احنا مستانسين بها في ديارنا وعلى الجدود نتاعنا دونك باش تعمل ميزون يا فارينه صحيح يا سميد بالضبط دونك الزدر والحسو يجيو لبعضهم بالضبط راس ماله البصل والثوم وتعدى على روحه دونك احنا كي نحكيو احنا الفالور ديتيتيك دونك لازمنا نحطوا الخضره باش نتحصلوا على حاجه مش ديما خاطر فارينه كي نقولوا فارينه وبصل وميم ما فماش حاجه غنيه في وسط الحسو هذاك دونك هذا كي زدنا الخضره دونك عطيناه قيمته دونك هذا باش نقليوه ومن بعد نحطوا له ايترامي اي دونك كي نحكيو بعد ما يتقلى شوي بعد ما يتقلى يسيب ماه صح يسيب الماء نتاعو فهمني واللحم هذاك باش يولي لك قري ومن بعد نزيدو بعد زيد الماء نتاعك بعد الكل نتاعو الفاح نتاعو اللي هو شويه كركم وفلفل زينه حلو وكاتري بيس والملح نتاعنا حسب احنا ولا ربي كاتري بيس شايف هما التابلو كرويه اللي هو تابلو كرويه هذا هو تابلو كرويه وفيه هو مخلط دون دي تي تي كان يبدا تابلو كرويه وفي فلفل زينه وفي كركم وفي فلفل اكحل مخلط هو مخلط مي هو انا مي انا في الدي تي تي دونك الفلفل الاكحل ديما ديجاجي وحده اي والله ما حتى انا في الدار تابلو كرويه وحدهم ودايغ بنتهم وحدهم خير صحيح يبدا كل واحد وحده باهي دونك خلطناه حطينا ايترامي خليني يغلي على راحته خليه يغلي ساعه غير ربع ساعه غير ربع دونك شنو باش يصير
الطماطم هذيك كلها باش تذبل والخضره هذيك كلها باش تذبل ايه؟ واللحم هذاك باش يطيب ايه؟ سي طاب هذا كله ايه؟ باش نحلو ناخذوا الفرينه القمح فرينه قمح فرينه قمح اللي احنا نشوفوا فيها ونحلوها في شويه ماء بارد قد ايه فرينه على نحكيو بالضبط افكتيفمون ايه؟ نحكيو على ايتر ماء نحكيو على 100 غرام فرينه قمح نحلوها في شويه ماء فهمني كي نحلوها بعد كي يجي باش ما تعقدلكش تقول انت بالضبط ايه؟ وكي نصبوها غادي كنصفيوها باش الكعابر هذوك ما يقعدوش يتبعوا مع بعض باه ومن بعد فهمني خلطوها فهمني ربع ساعه صاي الفرينه هذيك كلها باش تشرب الماء هذاك كله باش تولي كيما الكريمه في الاخر نزيدوا النعناع نحطوا القرص هاك شفت كيف قصيناه احنا القرص دونك نحينا القشره نتاعو نشبو في الاخر باش يمشي هو والثوم والنعناع والقرص باش يعطي معناها بنه اخرى بنا القرص جديده الحكايه نتاع القرص انا ديما نحطو ني دونك هو دي بطبيعته انا منحينا القشره احنا باش يمشي مع الثوم والنعناع اي بعد كي نحطوهم دونك يطفيو عليهم صاي هم بطبيعتهم باش يتبالوا نحطوا صحفتنا ونشربوا وناخذوا الزر نتاعنا حضرت لنا خبز وعملنا الكومبليمون نتاعو دونك باش تبدا كلها ديالي وحاجه صحيه عملنا الخبز فهمني بالكومبلي الخبز الفرينه سيتو زدناها الفرينه والنخاله زوز مع بعضها زدنا النخاله نتاع القمح وفرينه القمح نشوفوا فيها والفرينه قمح دونك فرينة قمح معها نخال قداه حطيت فرينة قداه حطيت نخالة حطينا 500 غرام فرينة و100 غرام نخال وقداش ملح غرام خميرة ايه؟ و50 غرام ملح ايه؟ و10 غرامات سكر باش ديما تبدا واقفة ايه؟ ديتيتيك و20 ملي لتر 50 غرام ملح لا 20 غرام 20 غرام ملح 20 غرام الله خاطر دونك 20 غرام خميرة و20 غرام ملح 20 غرام ملح 500 غرام فرينة 100 غرام نخالة 20 غرام خميرة 20 غرام ملح 10 غرامات سكر بالضبط. وتقعد تلم بالماء وتعرق حطينا 20 مليلتر زيت وطبعنا بالماء سخون واضح منين تتلم دونك تنوريكم بعد اي حتى بيان سور سيرفيس رابيد لف 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 الوقت ما يكفيناش وتو نشوفوا مع بعضنا باهي حتى انا الوقت نتاعي اليوم مش باش يكفيني هذاك علاش باش نخرج في ساعة فاصل ونرجع نستقبلوا الدكاترة مع بعضنا في الصحة والناس رجعنا للبلاتو نتاعنا مرحبا بك مره اخرى دكتورنا سمي غطاس مرحبا بك دكتوره ريما الجبي متخصصه في الامراض النفسيه والعلاج النفسي زاده باش نكتفي بهذوما زوز دكتوره نكملوا لهم خاطر نكملوا الحصه ترسلنا معك انت ما شاء الله عليك نحكيوا اليوم على النجاح والنجاح معناها ناس كل تلوج عليه الصغير ماذا بيه ينجح في قرايته والكبير ماذا بيه ينجح في خدمته والرجل الكبير بكل ماذا بيه ينجح في انه يلم عائلته انه معناها اللي يحب ينجح في كاريره معناتها كل واحد عنده الطموحات نتاعو يحب ينجح فيهم باش يكون هذا موضوعنا معاك بعد شويه دكتوره باش نستدعاك تسمع معنا موضوع باز باش يكون يهمك لي دغينور والكوبفا والتضعيف الحكايات هذوكم نعرفك مغرومه بكل ما هو جمالي معناها تحبوا دونك باش نحكي مع دكتور سمي غطاس اليوم على لي دغينور اما قبل ما ناخذ لي دغينور دكتور انا عندي شويه اسئله ومن بعد اعطينا لي دغينور كيما تحب انت شكون الناس اللي ممنوعين عليهم خاطر نحب نفهم نحب العباد تفهم حاجه اللي راهو مش الناس الكل تنجم تعمل دريناج وراهو مش الدريناج اللي خديته انا مسموح لك انت انك تاخذه وانت عندك السكر ولا انت عندك الدم وراهو تقعد صحيح نحبوا نضعاف وما احلانا نحبوا نضعاف وعندكم الف حق اما تقعد ديما صحه البدن هي راس المال هي الكل اما خير انت لاباس وصحتك لاباس ومحليك وناشط وتمشي وتجي ومثالش عندي كيلوات زايدين تو نحيهم كيما يلزمني نحيهم مع نوتريسيونيست مع طبيبي مع كذا والا هي تعطيني انا ضعيف بعد تلقاك فاشل بعد داك الدريناج هذاك ولا الدرينور هذاك خلف لك حكايه خايبه دونك راك ساعات محليك بالكيلوات نتاعك ساعات الانسان محليه بكيلواته مش الضعيف هو المزيان المزيان مزيان بروحه ساعة أول حاجة ويرى روحه مزيان كي يقبل روحه ثاني حاجة وإبي الحلول موجودة يعني كان مش بالدريناج توا فما الحرابش وفما لي زوبياس وفما لي ماشين وفما الدنيا الكل باش تنجم تضعف دونك نرجع لسؤالي اللي هو شكون الناس اللي ممنوعه من الدريناج تتفق يعطيك الصحه لريم مهم برشا برشا الموضوع تاع اليوم كما قلت انت معناها تلقاه الموضوع هذا في الانترنت وفي في لي ريزو سوسيو تلقاه في برشا مصادر والناس تنجم تعمل دريناج من غير ما يكون مدروس من غير ما يكون انديكي عندهم هما شكون اللي ما يعملش دريناج ولا ما يزموش يعمل دريناج الا باستشاره الطبيب هما حقيقه يلزمنا نعرفوا اش معناها دريناج يعني احنا نعرفوا الانسان باش ياخذ سوائل ولا باش ياخذ ماده تخلي بدنه يخرج الماء والا هذا 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 يخرج الشحال هو في الحقيقه
سامحوني يعيش الهدف نتاع الدريناج هو ان معناه باش نخرجوا الحاجه الزايده في بدننا. احنا نحكيوا على زياده الوزن دونك سورتو الغريس. حابين نقول اللي يشوفوا فينا راهو الغريس ما تبداش وحدها في بدننا، راهي موجوده في وسط خلايا وهي تحمل مواد اخرى مهمه برشا، تحمل الهرمونات، تحمل ديتوكسين سورتو. هذو من الحاجتين نجم نشدوهم تويكا برشا حاجات اخرى مش نحكي عليهم، اما هذو من الحاجتين مهمين. اش معناه؟ معناه انك نعمل ريجيم باش نضعف، باش نذوب دهون، هذا الهدف. باش نذوب دهون هذه كي تذوب في بدني باش في الحقيقه نجم نعرف هكا الحقيقه هي مش ذوبه باش تتحول. كي تجي تخرج من بدني باش تتعدى على اعضاء باش نقولهم. اما كي تخرج كي باش تذوب باش يتسيبوا في بدني التوكسين اللي هي كانت شدتهم. فما سموميات تذوب في الدهون تتشد في بدننا في الدهون. الحاجه الاخرى قلت الهرمونات. الهرمونات فما هرمونات تتخزن في بدننا في في الدهون. دونك هيك الفتره اللي انا باش ننقص فيها الميزه باش نحي كيلوات دهون، هي الحاجتين هذوما ما يلزمش يقعدوا في بدننا هكاك. دونك على ذاك مهم طبيبك اللي ولا نوتريسيونيست باش يراقب باش يعاونك باش يستعمل الدغينور، ولا حتى في ماكلتنا باش نقولوا وصفه سهله معناها كوم دغينور. الهدف هون انه اللي ذوب لازم يخرجوا بشوي بشوي. دونك مهم برشا سؤال كريم، شكون اللي ما عندوش حق يعمل دغيناج؟ او احنا باش نحكيو على الناس اللي يشوفوا فينا وبيعمل دريناج من راسه. معنا اذا كان باش يعمل دريناج عند طبيبه باش يعرف الحاجات هذوما. اما اللي باش يعمل من راسه، اذا كانك انت ديابيتيك كما قلت انت تقول قبيري، راك ما عندكش حق تعمل دريناج الا باستشاره الطبيب نتاعك. اذا كان بسم الله عليكم الكل اللي غا بداو يتعبوا شويه، ما عندكش حق تعمل دريناج الا ما طبيبك الكلاوي سامحوني. معناها لازم يكون معناها طبيبك موافق انك انت تنجم تعمل دريناج. الحاجه الاخرى الناس اللي عنده قلق في الكبده، اذا كان الكبده خاطر الدغيناج الدهون كي باش تذوب راهي باش تذوب عن طريق الكبده، معناها باش تخرج عن طريق الكبده هي اللي باش تخلينا نهجم ونخرجها. معناها كي ما تنجمش تخرج الدهون وحدها. دونك الكبده لازم يكون ما عنديش حجر في المراق، لازم الكبده ما فيهش مرض ولا مرض ما مرضش قبل مرض بالكبده وتعافى منه. حتى كان تعافى ما تعملش دغيناج الا ما تستشير طبيب. خاطر انت باش اون فا سوليستي باش نخدموا الكبده بطريقه اكثر شويه. كيما باش نخرجوا معناها نعاونوا البدن باش يخرج الماء وايضا نخدموا الكبده. دونك هذوما الحاجتين مهمين برشا برشا، انه مع المراه الحامله زاده ما تعملش دغيناج بربي اسم يكون طبيب موافق على الدغيناج. دونك هذوما الحاجات الكبيره معناها. وانت تحكي على الحاجات الكبيره، انا نحب نجبد شويه معناها المراهقين اللي في سن صغيره شويه مثلا في ال 15 وفي ال 14 وفي 13 وفي 16 إيه؟ العمر هذاك نتاع البنيه ولا الولايد يحب يرى روحه مزيان قدام المرايه إيه؟ وتقلقوا الكيلوات وساعات معناها ينعتوا بعضهم بكا نعوت نتاع انت راك معناها عندك لكسي دو بوا زي عندك زياده في الوزن وكل تحب تضعفي. دونك شو تعمل اول حاجه تعملها شنو هي؟ الانترنت حتى ساعات مش ساعات المكثر الام في العمر هذاك تقول لها ريجيمات لا ودرا شنو لا فايده انت لاباس فايده في العاده الوالدين ما يمشوش ياسر مع لي ريجيم في العمر هذاك. ودونك صغير طول باش تدخل سوغ انترنت باش يبدا وحده يتبع في دي ريجيم وحاجات. دونك هنا هل السيد المراهق هذايا ينجم يعمل لي دغينور والا لا؟ الحقيقه نعاود نرجعوا كما حديثنا قبيلك، المراهقه فيها تغييرات تصير في التوازنات الهرمونيه. ما يلزمش العبد في الفتره هذيك يفرعس التوازنات نتاعو اللي هي طبيعيه بطبيعتها باش تتعدل باش تتريك عند الولد وعند البنيه. دونك كذا كي باش يستعمل دي دغينور باش يعمل شويه تغييرات في الحوايج هذوما على خاطر باش يمس شويه لي ستوك نتاع لي زورمون نتاعو. دونك على هذايا ننصح معناها اللي يشوف فينا لي جون اللي موان جون انه كي تجي تعمل دغيناج لازم تستشير طبيب. سورتو مازلت ما خلطتش معناها ما وليتش ادولت ماذا بيك معناها تستشير طبيب. الحاجات الساهلين معناها اللي مثلا تقول لي نشوف انا ناخذ شويه معناها مثلا ايتر ماء نحط فيها شويه قارص بيان سور تنجم يا با سوسي سي معناها سي بون دغينور. معناها شنو باش يعمل؟ باش يعاون على تخفيف معناها البدن من الغريس ويعاون في تخريجه صحيح نجمو. اما شنو دو ترونش دو نتاع سيترون زوز في ايتر ماء وان جون 13 ans 14 ans 15 ans ينجم فما حتى اشكال. بالعكس يمكن يقوي له في مناعه ويحاول يحسن دوره الماء في البدن ويعاون على تذويب معناها باش يخرج. اذا كان البنيه تسمع فينا وهي بدات تعمل في شويه هكا تنظم شويه في مقلتها تعمل شويه سبور وتعمل مير تحط فيه شخص اوكي تاخذ السيدغ معناها خل السيدغ خل التفاح الصحي معناها مش الموجود في معناها تاخذ من الصيدليه باش تعمل انت زوز بريفات تحطهم في اتر ماء وحطيت معاهم كل عصيرتين قارص
فما حتى اشكال. الادوليسون ينجم يعمل هذا كيما يعمل الادولت. دونك هذوما كي تكون تاخذ كميات هكا باذن الله ما فيهم حتى اشكال وباش تنجم تعاود تخرج من غير ما تفرع سيروماتك. اما اذا كان تاخذ حوايج كونسونتخي ولا تقرا على الانترنت فما حوايج اسرع واقوى من هكا ما تنجم تاخذهم الا باستشاره طبيب وانت ادوليسون. اي ويعطيك الصحه دكتور في كلمه كونسونتخي معناها حاجات مركزه. توتافي. خاطر ساعات راك تدخل موجودين حتى على الفيسبوك تلقى 10 كيلو في 7 ايام. تحب تضعفي 3 ايام تنقص 7 كيلو دونك الشيء يصير أيه. يصير انه المتلقي ينبهر ينبهر بانه شي نحي 7 كيلو في 7 ايام ولا 7 كيلو في 10 ايام ولا في كذا يمشي فيها الحكايه ومن بعد معناها لطف يا ربي تلقى شعر طايح تلقى كلاوي تمست تلقى معناتها تولي تلقى حاجات اللي ريم كلمه مهم برشا برشا في حكايه البرشا كيلوات في شويه ايام راهو هذيا الناس حتى اللي يجرب يقول لك انا جربت وراني نحي راهو اللي تنحيه في نحي 5 كيلو في اسبوع راهو ما تنجمش نحي 5 كيلو غاز في اسبوع دهون في اسبوع ما فماش منه هذا مستحيل شكون نحيت ماء باش نحي ماء دونك اذا كان احنا تو معناها باش نقولوا على الدريناج معناها باش نعرفوا نعاود نقولوا في جمله انا كيف عملت ريجيم ولا عملت طريقه علاجيه باش نقصت الدهون نتاعي نقصت الدهون وبديت تتحدى للكبده شنو نعمل باش نعدي دهون اكثر الكبده من الطبيعه خاطر ديما الكبده باش تاخذ دهون تتصرف فيها ديما حتى كان نعمل ريجيم هي انا كيف الفتره هذيك باش نخليها تاخذ اكثر دهون باش تتصرف فيها باش نحملها عبء باش نخدم اكثر دونك انا الفتره ماذا بيا قبل ما نبدا انا الحقيقه الريجيم نتاعي ناخذ لي دغينور اللي باش نقولوهم اليوم وتشوفوا في اللي في الكوجينه واللي بناخذهم الصيدليه باش نرتح الكبده نخليها عند انزيماتها تحضر هي باش تخدم هي تخدم عباره عندها خدامه هما لي زونزيم هذوما الانزيمات هما اللي باش تخدم بهم التحويل اللي باش تعمل دونك انا نعاونها باش تعمل اون ريزيرف تحضر روحها كل لي توكسين اللي فيها هي تخرجهم دونك تولي كي تجي تعمل انتريجي باش تتبع مع طبيبك ولا مع نيوتريسيونيست نتاعك تلقاها حاضره باش اللي تذوب وتنجم تخرجه لك دونك هذاك مهم انا نعملوه قبل ما نبدا الريجيم نتاعي وفي فتره الريجيم وبعد الريجيم واضح دونك مهم جدا الريم اللي يقول لك 5 كيلو في اسبوع راك نحيت ماء ما نحيتش غير 5 كيلو مستحيل دكتوره برمج لنا حلقه نحكي فيها على تحضير النفسيه للي ريجيم خاطر كي الانسان حاضر نفسانيا انه يعمل ريجيم شيق على روحه فاهم شو باش يعمل وين يحب يوصل مش كيما انسان هزته حرارة الروح ونقول انا معناتها باش نعمل الريجيم نتاعو يلقى روحه بعد جمعه 15 يوم فشل ما عادش ينجم يكمل الريجيم نحكي على برشا ناس كيما هكا ويعانيو من هالحكايه هذيا ويقول لك عملت ريجيم وطيحت مثلا 5 كيلو وراني بعد رجعتهم وراني بعد كذا دونك هذا ان شاء الله يكون لنا كلامين لك برشا مواضيع اليوم دكتور نعطيهم هكا نفتحوا شهيتهم على دغينور ونعطيهم مثلا شويه من دغينور اللي حضرتهم لنا اليوم نبداو بالكوجينه نبداو الريم اللي كنت خدمت به كلامي تو قبل ما الدغينور اللي يتوجهوا للكبده باش نحضروها كما قلنا قبل القرص عندنا ايضا اللي اسمها احنا شيش السبانه لا بالكميه دكتور اعطيني على اي بس بتبيع عليه ما فيش كلام عندنا حشيش السبانه بتبيع الانسان اللي قلنا ما عندوش حشر في المراره دونك والكبده اللي بس عليها باش ياخذ مقدار ملعقه قهوه نغليوها على كاس ماء نتاع 100 مليلتر هذاك نشربوه في الصباح نغليوها تغلي نغليوها خاطر فما مواد فعاله نحبها تخرج كي تتغلي دونك باش تصلح كوم درينر اللي ما ينجمش ما لقاهاش خاطر هي حشيش السبانه في متاغ معناها نبدا تونسي ينجم يخدم الصيدلي ياخذ مقدار 200 ملي جرام حربوشه كل يوم ولا نصف ملعقه قهوه معناها كل يوم اذا كان خلق الشكل السائل عندنا ايضا البوك احنا نقولوا سيليبوم ماريانوم البوك اللي هو شو اسمه نبته الجمل احنا حتى انت والمنطقه كيش يسميوها فيها كشوك هذيك الحبوب نتاعها خارقين العاده كوم غينور يحضرون الكبده الحبوب مقدار ملعقه قهوه نغليوها كيف 5 دقائق 10 دقائق نصفيو ونشربو على 100 مليلتر ايضا مش يزوز مع بعض نعمل اسبوع هذايا اسبوع هذايا الدغيناج بالنسبه للكبده راهو يلزمو ديبوز معناها عملنا اسبوع هذه اسبوع هذايا نعملوا راحه اسبوع ثم نعاودوا نرجعوا نستعملوا نوتر درينور الجناريه الورق نتاعها معناها درينور خرق العاده الكبده يحضرها ويسهلها يسهل الخدمه نتاعها
دونك الوراق نتاعها تتغلى مقدار ملعقة ماكلة على نصف إترا ماء، نغليوها 10 دقائق ثم نصفيه ونشربوها. تنقول ورقة نتاع ماكلة ممكن ربع ورقة قنارية؟ تنجم تقول ورقة كاملة نتاع قنارية إذا كان فريشكة كبيرة. إذا كان فريشكة إذا كان فريشكة ورقة كاملة. كي ورقة كاملة على قد ما راهي مرة برشا على نصف إترا ماء نغليوها ورقة مرة الحقيقة مرة أما إلي تخي إفيكاس النجاعة نتاعها خارقة العادة. الورقة إذا كانها فريشكة معناها باش اما بيان سور نقول اللي معناها لازم تبدا ماهيش متشوشه بالدواء، خذيتها بيو ولا انت زرعها، دونك اذا كان باش تعمل هذا وحدك معناها. اذا كان شايحه فما ولات حتى في شكل دي تيزان معناها ساشي، دونك باش تعمل 3 4 ساشي تحطهم في على نصف فترة وايضا تعاود تتغلي معناها لازم تغلي 10 مينوت 10 دقائق ثم تصفي وتشرب النصف فترة هذيك في النصف الاول من اليوم. ما نجمتش وما لقيتش وما تحبش تغلي تاخذ من الصيدليه معناها حربوشه 200 ملي غرام في الصباح لازم تشرب مع فطور الصباح باغ افوار لي في دو دريناج، والا ناخذ مستخلى سائل نصف ملعقه قهوه على كاس ماء تشرب مع فطور الصباح. دونك هذوما سهلين نجموا نعملوهم وموجودين ومعناتها نافعين، معناتها مش كان للتضعيف، وهذا اللي نحبوا نخرجوا به اليوم، اللي راهو مش كان للتضعيف، راهو البدن الكل ينضاف. نرجع بعد نكملوا دكتور الجزء الثاني وانا اي لي زوتر دريناج والشهيه. باش نشوف الموضوع هذا مهم برشا برشا الحقيقه. انا واحده من الناس نستنى فيه، معناتها نستنى وقت الشيخ للتطريق لحكايه النجاح، خاطر هي طموح كل واحد صغير كبير مهما كان مهنته مهما كان عمره مهما كان منصبه مهما كان يحب يكون ناجح. دونك اش معناتها انسان ناجح؟ داكور، دونك انسان ناجح هو مفهوم راه ويختلف من شخص الى اخر، كل عبد وكيفاش. اش معناتها انسان ناجح؟ حكيت عليه انت راه قبيله في المقدمه، اللي هو انسان قدر يحقق الاهداف والطموحات نتاعو مع احساس كي يوصل للطموحات هذيك اللي حققها يجينا احساس بالسعاده بالاكتفاء والفخر الذاتي، خاطر فما برشا عباد يوصل لاهداف معينه وفي الاخر تلقاه ماهوش فرحان ماهوش محقق، ويجم حتى يوصل للهدف هذاك وفما احساس بتانيب الضمير بالكولبابيليتي. دونك من الاول كي نحن نحطوا الاهداف الشخصيه هذيك ما يجمش يكون تحت ضغوطات عائليه ولا ضغوطات اجتماعيه ولا نتبع في شكون ولا نحب ندخل في قالب معين. دونك يلزم الاهداف هذيك نحققها حسب السيستم دو فالور نتاعي. كل شخص منا عنده القيم والمبادئ نسميهم لي سيستيم دو فالور، شنو الحاجات الاشخاص والمجالات المهمه في عينيا. دونك نجمو نعطيو اكزرسيس للي جون، انت كي تغمض عينيك وتحلم حلمه وكان كل شيء تعدى كيف ما انت تحب، 40 سنه كي تحل عينيك فين تشوف روحك؟ كيفاش تشوف روحك؟ شنو قاعد تعمل؟ شنو تلبس؟ مع شكون عايش؟ شنو الخدمه نتاعك؟ هذيك يعطيك فكره على السيستم دو فالور نتاعك. راهو فما بالنسبه لكل شخص فما ترتيب تفاضلي للقيم نتاعنا والمبادئ، فما حاجات نعديهم قبل حاجات اخرى، وهذا راهو يختلف. مش خاطر انا امي ولا العائله ولا المجتمع يرى الفالور هذيك قبل يعني انا راها قبل. هذيك علاش انا دايخ كنت باش نسالك دكتوره، باش نقول لك يعني النجاح هو حاجه معناها ذاتيه انا نحسها والا نلقاها على عينين الناس وفي تقدير الناس. خاطر يا اخي انت هاك جاوبتني قلت لي معناتها النجاح كي انت ترضى على روحك وانت تبدا فخور بروحك، معناها حطيت اهدافك وطموحاتك خلطت لهم ومعاهم انك فرحان بروحك وفخور بروحك، وقتها تولي انت انسان ناجح. ما تجي الفخر والسعاده هذيك الا ما انت بنيت الاهداف نتاعك حسب السيستم دو فالور نتاعك. اش معناتها القيم؟ فما الامور الروحانيات والدينيه تلقاها تتعدى قبل كل شيء عند اشخاص هكاك، فما عند عباد العائله، فما عند عباد يجيوني دي باسيون وساعات الاخر عنده سي اون غروند فالور، فما شكون العلم تقدم في العلم عنده سي اون فالور. قد ما يقرا يقول لك شوي وانت كي تغزر له تقول له يا اخي ما تعبتش ويقول لك لي ما لا يبدا فرحان، قد ما يتعب يحس بالفخر لا ساتيسفاكسيون بيرسونيل. فما شكون جني الاموال الفلوس عنده سي اون فالور، راه هذاك تحطه في جمعيه باش يخدم في جمعيه وتقول له اخدم بلاش
باش يبدا متقلق برشا خاطر هي كونتر سيستيم دو فالور نتاعو، وفما شكون اكل يسعد الغير هذيك حاجه مهمه. دونك كي تحطه في عمل جمعياتي باش تلقاه بالرغم اللي هو تعب باش يحس بالفخر. والركيزه الثالثه للنجاح دونك قلنا توصل للاهداف، تمشي دي زاكسيون انجاجي تتماشى مع سيستيم دو فالور نتاعك، ويلزم كل شخص منا يعرف شنو ما لي فالور نتاعو. كان عمل اي اكسيون وحس روحه تأنيب الضمير راهو هو ضد الفالور نتاعو. وين ما فما تأنيب ضمير في جيست انت عملته، يعني انت كونتر سيستيم دو فالور نتاعك، يلزمك تراجع وتشوف شنو ما القيم نتاعك. الركيزه الثالثه هو التوازن في الحياه. فما عبيد يمشي يخدم في مجال معين، هدف معين، ويسيب في المجالات الاخرى، ما ينجمش يكون ناجح الانسان هذا. راهو مثلا برشا رجال اعمال تلقاه حياته كامله ما استحفظش على بدنه، ما استحفظش على ماكلته، ما استحفظش على عائلته وبتتر زوجته اللي هو حذاه اهملها، وعدى حياته كامله يخدم في مجال بركه، وفي الاخر يلقى روحه ماهوش سعيد. علاش عدى حياته؟ كان مثلا للعمل. لازم فما توازن في الاهداف نتاعنا. نقول انا اللي لحياتي نتاعنا كيف السقف، اسكو يجم يوقف السقف على ركيزه واحده على عرسه واحده؟ ما يجمش. على القليله باش السقف يشد يلزمنا ثلاثه مجالات نخدموا عليهم، ركائز نخدموا عليهم الحياه نتاعنا. عندنا العمل والدراسه، عندنا الاسريه، الحياه الاسريه والحب زاده مهم في الحياه نتاعنا، عندنا زاده الروحانيات والدين، والحياه الاجتماعيه والاصدقاء زاده مهمه وما يلزمناش نبعدوا عليها. دونك قلنا الاهداف، القيم، وسورتو التوازن في الحياه، هذوما لي كريتير اللي نجم نقولوا الشخص هذاك ناجح. كيفاش نجم نوصل نكون انسان ناجح؟ خاطر عطيتنا برشا حاجات وكلهم صعاب. فما حاجات تربى عليهم الصغر، تحكي قيم ومبادئ، ثم حاجات يتشربوا مع الحليب معناها نقولوا نحن. إفكتيفمون ينجم الإنسان يكون ضيح في الصغرى، ما ياخذهمش كما يلزم. مثلا حكيت أنت على الأولويات نتاعو، ينجم الإنسان يبدا مش فاهم روحه شنو أولوياته، ماذا بيه من كل شيء شوية شوية، ماذا بيه يمس من هذاك ومن هذاك ومن هذاك. فما ناس تلقى مش فاهمة روح. دونك تظهر لك سهلة أنك أن تكون إنسان ناجح هو أنك تحقق طموحاتك، تظهر لك سهلة، لكن في الحقيقة هي ماهيش سهلة، خاطر لازمك تكون وصلت تحقق طموحاتك، أنت راضي على نفسك، فماش تأنيب ضمير وأنت فخور بنفسك. دونك الوسائل اللي خلطت لهم هي وسائل محترمة، خلطت بوسائل محترمة. دونك لهنا ماهيش سهلة المعادلة اللي كنت تحكي عليها دكتورة. عندنا ديزاستوس مثلا يسهلوا علينا أن نجموا غدوة نكونوا إنسان ناجح. باش نرجع نحكي لك، ناخذ منك معلومة على الصغيرات، هل نجم أنا نصنع من صغيري إنسان ناجح؟ بالصغرى هل نجم؟ انا المرايه نتاع صغيري، انا كي نبدا ناجح، انا كيف ما تقول انت يرضع في الحليب النجاح. هو انا جو سوي لو موديل نتاع الصغير نتاعي، سورتو الامهات الصغار وبازاج، وزيد لي بارون الاب عمر متقدم اكثر، كي انا عنده هو قدامه ان موديل نتاع نجاح، هو باش يرضعوا في الحليب النجاح. لي فالور قلت لي انت ساعات نضيعوهم بالحق، هو التربيه وليدوكاسيون وش قريت وش عملت في حياتك هو اللي عمل لك السيستيم دو فالور. دونك نحن باش نعطيهم توا كيلكو روبير. اما راهو فما حصص نفسيه وفما انواع نتاع بسيكوثيرابي اللي تفيقك باللي فالور نتاعك وتعطيك الاهداف، تنجم تبنيهم انت مع يعني نجم يكون فما كوتش دو في معاك. معناها اذا كان انا انسان نحب ننجح ما خلطتش ولا تعبت وخلطت حققت شوي من برش، فما حاجات في البسيكياتري ولا البسيكولوجي، فما نوع نتاع ثيرابي تري اون فوغ توا اسمها ثيرابي نتاع القبول والاقدام في الحياه. دونك نقبل روحي بالضعف نتاعي بالمخاوف نتاعي. قبل كنا لي ثيرابي تحاول تبدل افكارك، توا لي ثيرابي جدد للفاق جديده اقبل روحك انا هكيكا، فهمت؟ وكيفاش جو مونجاج دون لا في، دونك نعرف لي فالور نتاعي ونعمل دي زاكسيون باش نوصل انا في الاخر نحس بك الفخر الذاتي، السونتيمون تاع الفخر الذاتي. باش نعطيك اكزامبل على الفخر الذاتي، توا انسان يرى اللي قرايته وخدمته نهار اخر من اهم الحاجات في حياته، باش يفرح امه، باش يفرح عائلته، باش يوصل اللي يحب عليه. باه جاه ليله في الديفوار، ليلتها مغدويكا عنده الديفوار، خاف هو رقد، بالرغم اللي هو رقد دونك مرتاح،
باش يحس بتأنيب ضمير كبير، خاطر هو كونتر سيستيم نتاع الفالور والقيم نتاعو. الوغ كو اللي حس بالخوف وشد صحيح وتعب ليل كامل بالرغم من التعب هذاك وقلت النوم، باش يحس روحه فخور، اللي تري ساتيسفي، راضي على روحه. هذه هي لاكسيون تاع سيستيم دو فالور، فهمت؟ اللي مثلا عندهم القيم الدينيه من الاول، تلقاه مثلا كي يراتي الصلاه نتاعو مش في وقت، تلقاه متقلق ماهوش راضي، بالرغم اللي مثلا مش يعمل سبور، مش يحوس، مش يعمل اون اكتيفيتي تفرهد فيها، مي il ne sera pas content باسكو هو بعد على القيم نتاعو. دونك وين مره تانيب ضمير راك انت عملت حاجه كونتر الفالور نتاعك. دونك نرجعوا نحنا كيفاش باش نعطيكم كلكو روبير. اول حاجه باش نقولوا نحنا باش تكون انسان ناجح هو اسمه الاستثمار في الذات. فما رجل اعمال معروف برشا، وارن بيفيت، اللي هو من اغنى اغنياء العالم، وديما رؤساء العالم يستشيروه راهو كيفاش نوصلوا للنجاح. قالوا لهم، سالوه كيفاش انا هو اكثر مجال كي نحط فيه فلوسي ونستثمر انا فيه فلوسي باش يكون ناجح. قال لهم اكبر مجال هو الاستثمار في الذات. كي تستثمر انت في ذاتك تنجم تستثمر في المجالات الاخرى. اش معناتها الاستثمار في الذات؟ ناكل بالكدا، نعمل سبور، نرقد بالكدا، ننمي المهارات نتاعي كل سوا العمر نتاعي، نتعلم لغات جدد، نتعلم مهارات في الخطاب، في الكوميونيكاسيون، نبعد على الكسل. نقولوا الكسل رفيق الفشل، معروفه هذيا. دونك العبيد المعروفين والناجحين نرقد كان الوقت الكافي بين 7 و9 سوايع، وراو العبيد الفاشلين تلقاه يعدي نهار كامل راقد، راه من فرش الفرش، فهمتني؟ ونحن عندنا قوله تونسيه يقولوا يبيع في الريح للمراكب، هكا ولا لا؟ دونك يلزمنا عندي وقت معين للنوم، ويزمني مثلا ما فيها باس نعملها عاده. انا كي نخدم 8 يزمني نقوم 7، ما فيها باس نعمل عاده نقوم 6، نكون مستعد مستعد لنهاري مقبل عليه، مستعد لنهاري. يا اخي كشبيره منين تجي هذيك؟ كشبيره نتاع الصباح هذيك، انه انسان مش مستعد للنوم، باقي غايضته روحه، هو قايم مش باش يخدم، مش عم برشا حاجات مزيانه، لكن غايضته روحه قايم انا قبل الناس ويا ربي وماشي واوف، فهمت؟ دونك مهم ان واحد معناتها ياخذ وقته، يشرب قهيوته، كان مرات ماكياج، كان راجل ياخذ وقته في لبسته في كذا، بالحق حلو ياسر. فما برشا رجال اعمال اوروبيين يقول لك نقوم انا قبل ساعه، ديما نقدم بساعه على الساعه الاعتياديه نتاعي، وبعد 3 أسابيع تولي لي عاده. يشوف نهاره كيفاش باش يعديه، يعمل دي تكنيك نتاع ريلاكساسيون دو ميديتاسيون، يعمل شويه سبور باش النهار نتاعو يتعدى بوزيتيفمون. النهار نتاعي يلزمني منظم، عندي وقت باش نخدم، وقت باش نقرا، وقت للتفرهيد، وقت للراحه. دونك يلزمني نستثمر في الوقت نتاعي. دونك حاجه اخرى باش نكون انا انسان ناجح هو الثقه في النفس والايمان في حقي انا باش نفتكوا في المجموعه وفي المجتمع مهما كانت قدراتي محدوده. ساعات يقول لك انا المليون نتاعي ولا ما عنديش فلوس زايد مانيش باش نخلط، ولا ساعات يقول لك البنيه الجسديه نتاعي ماهيش باش تخولي. هذه الحوار الباطني السلبي باش يحط لك في المعنويات نتاعك وباش يخليك يتوخر، ماكش باش يخليك. ونحنا نشوفوا برشا عباد اللي يعملوا اكتئاب، تلقاه الحوار الباطني نسميه المونولوج انتيريور، كيفاش تحكي انت مع ليغو نتاعك تلقاه سلبي. دونك يلزم تمن اللي انت عندك فرصه وعندك باش تفتك هذيك كلك سوا في المجتمع، هذيك عندك بلاصتك يزمك تفكها، يزمك عندك ثقه في روحك، وهذا كيفاش تحكي مع روحك. به حاجه اخرى مهمه الخلطه، وسورتو هذا نقولوه للمراهقين. دونك الشوا نتاع اصحابي، انا كي نصاحب عباد سلبيين وانتر بارونتيز فاشلين، اش باش يعلموني؟ فشل. باش يعلموني العادات السيئه، باش يعلموني المونولوج الخطاب الداخلي السلبي، وباش يعطيوني طاقات سلبيه. وكانك نخالط عباد ايجابيين وناجحين باش يكونوني موديل، وباش كي مش نخالطهم باش نقدم. دونك الشوا نتاع الخلطه نتاعي يلزم يقول لك ليه وانا هذاك وصاحبي نو، انت حتى كي انت ماكش مقتنع بيه من الاول باش تولي تراه عادي. ياك العادات السلبيه كل اللي كنت تراها عائلتك قالوا لك راهي ما تجيش، بالخلطه باش تولي انت تراها عاديه وباش تولي توخر التالي. حاجه اخرى
مهمة، هو كيف ما قلت أنت نخدم بالأولويات. يزم أنا عندي أولوياتي في النهار بين عينيا باش نعطيهم أكثر طاقة وأكثر وقت، دونك ديما نخدم بالأولويات ونستثمر وقتي والجسد متاعي بصفة حكيمة، حتى الأمور المادية حسب الأهداف اللي أنا عمل. حاجة الأخرى زوز هما حاجات مهمين، الخيال. الخيال يلزم الإنسان كي يبدأ باش يكون ناجح، هي أي نجاح في العالم هذايا بدا بفكرة فيها إبداع وشعور قوي وتكلل بالصبر وبالعمل، هكا ولا لا؟ دونك يلزمنا نخرجوا من الصندوق، من الإطار الضيق. أنا كان عندي أستاذ قبل في طب النفس يقول لك أخرجوا من لي سونتي باتو، يلزم تخرج من الصندوق ويلزم تتعلم يكون خيالك حلو. ديما في الليل قبل ما نرقد نحلم حلمة حلوة، كيفاش أنا نحب الراروحي، كيفاش أنا نحب وين نوصل، والراروحي حاجة باهية وحاجة وصلت لبلاصتي. وكي نقوم الصباح نعمل الأهداف اليومية بارابور للحلمة الحلوة، ما ناخذش القرارات في الليل. نحن نقولوا كلام الليل مدهون بالزبدة، لا، ناخذوهم الصباح القرارات. في الليل نعمل أحلام حلوة حسب وين أنا نحب نوصل. نقولوا نحن نعمل أوتو إيبنوز بوزيتيف، نحلم إيجابيا. نحن نقول راهم كي يجيو باش يرقدوا يتذكر مشاكله وصعوباته وصعوبات الدنيا كل يتذكرها وقت النوم. راه وقتها أنت تخدم مع اللاوعي متاعك كي تجي باش ترقد، دونك يزمك وقتها تراه حاجات إيجابية، حاجات تحفزك، حاجات تقدم فيه. والحاجة الأخرى اللي أنا راها مهمة برشا هو الامتنان، لا جراتيتود. الإنسان كي يتعلم يشوف اللي عنده قبل ما يشوف اللي ناقصه وبش يكون سعيد هو بطبيعته، فهمت؟ دونك قبل ما نرقد في الليل نتذكر الحاجات الباهيين اللي صاروا لي والعباد الباهيين اللي شفتهم نهار كامل. كي نقوم الصباح نعمل تمارين، نشكر بدني ديجا على خاطر يخليني نتحرك ونتنفس ونعمل ونقرا، نشكر عينيا، نشكر رويريا خاطرني نتنفس، نشكر ساقيا خاطرها تخلي بس با ايفيدون. راهو ساعات العباد تلقاه كامل يقعد قدامك المراهق وانا ما عندي شيء، علي فما عباد يقعدوا على الكروسه ما يقوموش يتمنى يمشي على ساقيه، فما عباد ما تراش وتتمنى ترى النور. وانت كامل، نقول له انت كامل، واخترت باش تكون فاشل واخترت باش ما تقدمش في حياتك، خاصه في الماديات هذيا مهمة يسر. معناها القاعدة هذه اللي كنت تحكي فيها أنت تويكا أو المعادلة هذه مهمة يسر، خاصة في الماديات نقارنوا يسر صغار ولا يقارنوا رواه معناتها ببعضهم، الكبار يقارنوا ببعضهم. شوف لين صح عليه عنده كذا، شوف لين وقت اللي أنت الحمد لله تأكل وتشرب في دار معناها محترمة وكذا. معناتها الامتنان للكبير وللصغير، ومش كان الامتنان البدني اللي عطاه ولا الكذا، الامتنان واحد يرضى بك الشهرية ذيك، يرضى بالحالة المادية اللي هو فيها ويسعى أنه يكون خير. طبعا حق مشروع أنك تكون خير، لكن محلي الإنسان اللي يتبنى الحاجة اللي ما بين يديه. أنت ما تجم تحسن حاجة لما تبدأ فرحان به، ما تجم تضعاف إلا ما تحب بدنك، اللي يكره بدنه ما يجمش يضعاف خاطر بشي حطمه. ما تجم أنت توصل تحسن مثلا من قرايتك إلا ما تحب القراية، ما تجم تحسن من بدنك إلا ما تحبه، الحاجة اللي تعمل فيه يزمك تحبها باش تحسنها. دونك الامتنان نمتن الجسد للانتوراج متاعي، للدنيا، ربي، للونيفير، كل شيء يزمني نكون أنا شاكور وفرحان باللي بي، وقتها نجم أنا نكون سعيد ونجم نقدم. محليه كلامك دكتوره، بالحق زيدنا العالم اخر محليه. قد ما واحد شو معناه، احنا غيانك حكينا على حاجه ايجابيه، الكلمه في حد ذاتها ايجابيه، كلمه النجاح. المخ سرح في دنيا اخرى، انت انا انت تحكي وانا مخي سرح معاك في دنيا اخرى، شفتها في عينيك برشا لمعه هكا وحاجات سبيسيال وفرحه كبيره خاطر حساسه وهكا ومرهفه. والله باش نرجع نشوفها على اليوتيوب الحصه، باش نرجع نتفرج في خاطر برشا معلومات، وباهي واحد كيتمعن فيهم بالمعلومه بالمعلومه ويفهمهم بالمعلومه بالمعلومه. يمكن احنا اعطيناهم لكم في ربع ساعه ولا في اربع دراج، لكن هي كل معلومه تنجم تتمعن فيها في عقلك، تاخذ راحتك فيها وتفهمها بالكدا بالكدا، خاطر هذا الساس اللي اعطيناه احنا اليوم هو الساس. الحياه حلوه مزيانه بنينه. انا نقول صح لي تلقاها عنده مليار دويت وسيد مش متبنى بحياته، تلقاها اشب امراه مش متبنى بحياتها، تلقاها اغنى واحد والا تلقاها ديما عنده حاجه ناقصته. دونك الاحساس بالامتنان فرحه كبيره.
نستدعاكم انكم تعاودوا تشوفوها على اليوتيوب، على الباج نتاعنا على الفيسبوك الصحة والناس الوطنية 2، وعلى الباج اوفيسيال للوطنية الثانية على الفيسبوك ديما. شكرا دكتورة ريم الجبي، مختصة في الأمراض النفسية والعلاج النفسي أيضا، أنا تعمل حتى لو كوتشينغ بور لي ادوليسون سيكوثيرابي، نعمل بوكو دو ليبنوز زيد اللي ان شاء الله يكون لنا حلقه معاك فيها، نجيو نصوروا ليبنوز بالكدا كيفاش تكون للناس اللي تسمع بها او للناس اللي تراها في دي بلاتو غالطه، اي ليبنوز اخرى من نوع اخر. معناها احنا نحكيو توا هنا على كل ما هو ميديكال. مره اخرى نشكرك دكتوره ريم الجبي. باش نخرجوا فاصل، انا باش نمشي فيه للكوجينه خاطر ريحه بنينه على الاخر وما فهمتيش شنية، حسيت كاينه خبز قاعد يطيب وقال لما عاش حصول نتاعو حذر تشم فريحة ريمة مينة برشا. دونك فيش يشوف الشيف ينيس برزوغة من وصل، وبعد نرجعوا إن شاء الله معاك دكتور سمي غطاس مع حبيبي بالحاج. مرحبا بكم مرة أخرى، هي جزء الخريني من الصحة والناس، والحقيقة كنت باش نخرج ريبورتاج في العلاج الطبيعي وريحة ما خلتنيش، والمواضيع اللي مازالت تستنى زاده ما خلونيش، دونك باش نكتفي بريبورتاج واحد لليوم، وكي العاده شايف يستناني ما نجم حتى حاجه الا ما نجي انا. اكيد. هذاك علاش سيحضر كل شيء. حضرت لنا دانيال كل شايفه. دونك لا مازلنا قاعدين نعمل في بريباراسيون تاعنا. هذا الفندق. بالنسبة ساعه حبيت نوري للناس اللي يتفرجوا فينا الكومبلي بالنخاله. قداش محلاها الخبز الكومبلي هذايا نتاعنا بالنخاله. معناتها نفس كاينه الخبز الاسمر، الخبز العادي اما الباز نتاعو فارينه قمح، فارينه والنخاله اللي الجديد تاع البازار نتاعو. بالنسبه للفوندون شو الريسيت نتاعو؟ الفوندون كيما نحكيو على 200 غرام شوكولا نوار، شويه زيت ذوبناه في بوماري، تحصلنا على الفوندون اللي هو هذا. هذا يتسمى تو جمد شوي. هذا هو جمد شوي صحيح. دونك احنا خلطناه مع 3 كعبات عظم. والفوندون حاطين 200 غرام تاعنا. ثاني لحظه برك، ذوبت في بماغي 200 غرام شوكولاته كحله. بالضبط. وحطيت لها شويه زيت زيتونه باش كي تذوب ذوب فيها اللقه. بالضبط صحيح. وبعد حطيت لها وهي سخونه هكاك. هذيك خرجوها نحطوها في باسين هكايا. وتحطها 3 كعبات عظم. نحطوا عليها 3 كعبات عظم، نحطوا عليها 100 غرام فرينه قمح. 100 غرام فرينه قمح. بالضبط. وكها وتخلط. ونحطوا 5 غرامات خميره. باش نعوضوا الزبده والزيت والكريم فريش كالحكايات اللي تنفج توتا في نورمال صحيح. عوضناها فهمني ب 5 غرامات باه ليفير شيميك خميره جاتو، وخلطناها مع بعضهم، خرجنا خرجنا حطيناهم في باركيت تدخل الفور. دونك فما هما فما طريقتين. حطيني نوري الباركيت للساده المشاهدين باش هما بيدهم يعرفوا اللون ابوبخي مراد هكا باهي سي بون. هذيك الخضوريه نتاعها وهذا لونها بالضبط، وهذاك الكولور نتاعها باه. اما بعد حطينا 150 درجه الفور نتاعنا يسخن. دونك فما درجه كهو. علاش 150 درجه؟ خاطر احنا مش بنشوا في بوماري، فما طريقتين نطيبوا فيهم، نحطوه في بوماري مي ونحطوا الفون نتاعنا وندخلوه الفور ولا نحطوا 150 درجه وتقعد تطيب فهمني في 20 دقيقه بالضبط. انا خير الطريقه هذه خاطر هي خاطر الاستيوس نتاعها دونك ما يلزمهاش تطيب على الاخر، اذا كانت طابت على الاخر دونك باش تخرج لك كعبه كيك. لازم تقعد مروبه. بالضبط، نشوفوها بعد مروبه كي تعمل هكا تجيك الفوندون اللي هو الشوكولا باش يخرج اللي هو في وسطها من داخل وحده. باهي، وانا نخير الطريقه هذه خاطر فيها اقل معوق. ماذا بينا احنا حاجه بنينه واقل تعب. مي كيما قلت لك فما بالضبط الوقت نتاع الفور هو اللي باش يتوال اكثر. بالضبط هو اللي يتوال اكثر دونك باش ما تطيبش. كهو هذا الفوندون نتاعنا وهذا الخبز نتاعنا والحصول نتاعنا قاعد يغلي. الحصول نتاعنا قاعد يغلي. يا حزامي ريحه ما نحكي لكش يا حزامي. حاجه بنينه ياسر فوالا. هذا مازال ما حطيناش فيه مازال ما حطيناش الفرينة القمح باش نعملوا ليزون تاعو. دونك هو هيكا تو هيكا سي طابت الخضره. ايه باش نحطوا الفرينة. باهي. فهمني؟ دونك اوتوماتيكمون. هذا خضره سي طابت. مراد احنا نخيروا نوريوها وهي حاضره خاطر تو ترى منظر اخر وبنا اخر يا مراد. دونك الناس اللي نحطوا السيترون تاعنا ونايل كل شم الريحه شايف يستناو الخبز على احر من الجمل وقت يحضر العشاء. العشاء بعدين اليوم. العشاء بعدين الحقيقه دار كبيره كي نقصدوا دار كبيره. ميرسي بوكو ليك شيف والكارتاجين زاده خاطر كل ما يحلوا لنا باب هم يحلوا لنا بالكبير الحقيقه. اكيد نرجع لك بعد شيف تبدا الطاوله هذه مزينه والامورنا حاضره وعشنا حاضر وهذيك احسن لحظه في الحصه الكل.
نمشي لك حبيبي، مرحبا بك. مرحبا يا ريم. دكتور سيدني غطاس مره اخرى، زدك كيف كيف، مرحبا بك. الله يخليك. وحديثنا باش يكون على الناس اللي عندهم الانيمي فوالا، الصغار والكبار. مشي وطلع في الغاز، الحس اللي سمعوا فيه راهو الغاز نتاع الشيف. هاو طلع في الغاز، هاو هبط في الغاز، شيخ والغاز نتاعو وراهم مريقله. نحكيو على الصغيرات اللي عندهم فقر الدم فوالا، والكبار اللي عندهم فقر الدم. وحنا نحكيو ماكله. أيه. وقت اللي عملنا الحصة هذه مع دكتور سامي غطاس، كنت فكر دكتورنا أنت وقتها قلت نركزوا بالأساس على الماكلة. الماكلة تنجم وحدها تحسن الفقر الدم، يكون بسيط معناه. صحيح. به كيفاش الحكاية ذي؟ شو ناكلوا بالضبط؟ احنا ريم فقر الدم كما قلنا عند الصغيرات وعند الكبار بصفة خاصة نلقاوها أكثر حاجة عند النساء وعند الصغيرات. عليه عند النساء خطر، عند النساء بيان سور نلقاو المرأة الحامل والا المرأة المرضعة، زيدا كيف كيف الدورة الشهرية اللي هي المرأة تفقد برشا دم وتفقد برشا حديد كسوسوا اونسانت ولا ترضع. دونك نلقاو المرأة تستحق في اليوم قيمة 18 ملي جرام من الحديد يوميا، والرجل يستحق 8 ملي جرامات أكهو. المرأة الحامل والا المرضعة تستحق 28 ملي جرام. الصغيرات اللي عمرهم ما بين 9 و 13 سنة يستحقوا 8 ملي جرامات، والصغيرات اللي أقل من 9 سنين يستحقوا 10 ملي جرامات من الحديد يوميا. دونك احنا ريم الحديد فيش باش نلقاوه؟ نلقاوه خصيصا في اللحوم الحمراء بصفة كبيرة، الحم الأحمر بصفة عامة، كسوسوا الحم وإلا كبدة نلقاو فيه يتركز فيه كمية الحديد بكمية كبيرة برشا. كيف كيف زادا نلقاوه موجود في الخضار الورقية، الورقة الخضراء اللي هو البينار، الكلافز، المعدنوس، الجرجير، نلقاوهم هذوكا فيهم كمية كبيرة متاع حديد. هذا مصدر نباتي، احنا عندنا مصدر حيواني ومصدر نباتي. المصدر الحيواني قلنا فيه اللحوم، والمصدر النباتي يتضمن الورق الخضر الورقية ويتضمن البقوليات. البقوليات رين بصفة عامة، العدس، الحمص، كل شيء، السمسم، كلهم نلقاوهم هذوكا. جلجلان فوالا، جلجلان فوالا، السمسم. باهي يا حبيبي، باهي يا حبيبي، خاطر السمسم زيد ريت مع الدكتورة ولينا ناخذوا على الشرق، انا فاضوا ما ياخذوا علينا فوالا. دونك غير في حكايه هذوما، لا 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 هو اصح السمسم اصح من الجلجلان، خاطر العربيه في العربيه ما العربيه فوالا، انا بالنسبه لي التونسي اصح ماني. عندك الحق، عندك الحق وانا معاك. داكوغ. دونك ريم هذوما يتضمنوا كميات كبيره من الحديد. هون يا ريم كي باش نحكيو على مصدر نباتي ومصدر حيواني. المصدر الحيواني نلقاو كمية الحديد متركزة فيه كثرة، والمصدر النباتي نلقاو ديما شوية. دونك ديما مع المصدر النباتي نزيدو الفيتامين سي، نزيدو كعصرة القرص هذيك فوق الخضرة، باش نعملو سلطة، باش نحطو فيها كلافز، ولا باش نعملو أي حاجة فيها الورق الخضر الورقية، نزيدو عليها عصرة القرص باش نعزو امتصاص الحديد في البدن. كيف كيف زاد اذا كان باش ناخذوا البقوليات يلزم ديما فما فيتامين سي باش نعزوا امتصاص الحديد في البدن. ريم فما معلومه برشا عباد ديما يسالوا عليها ويحبوا يعرفوها، يقول لك اللي تي يطيح الفار من بعد الماكله، كي تشرب كاس تي من بعد الماكله. اي نعرفوا هذه الناس كلها. فوالا المعلومه هذه تكون صحيحه كان كيكون المصدر نتاع الحديد نباتي مش حيواني. معناها انت كي باش تاكل الحديد باش تاكلو يا اما من البقوليات والا من الخضر الورقيه. كي تشرب من بعده تي صحيح يتيح الحديد، كي يبدا الحديد نتاعك موجود في اللحوم والا في الكبده اللي باش تاكلها راهو مش باش يعمل له حتى شيء تي، خاطر الحديد متركز بكثره في اللحوم بكثره اكثر من الخضر والبقوليات. متفاهمين؟ باهي. نجيو ريم تويكا، قلنا ابار الحديد ريم زايده في الانيمي زايده الفيتامين بي 12 والفيتامين بي 9 عندهم دخل كبير. هو بطبيعه الحديد اكثر اهميه، الحديد كبيره برشا، اما زايده الفيتامين بي 12 والفيتامين بي 9 عندهم برشا دخل. الفيتامين بي 12 نستحقوا ما يقارب 2.4 ميكروغرام في اليوم، وحمض الفوليك اللي هو الفيتامين بي 9 زاده نستحقوا منه. هذوما نلقاهم موجودين بكثره في الالبان ومشتقاتها، الحليب ومشتقاته، في البيض، في الدجاج، وكيف كيف زاد نلقاهم في الخضره وفي الغله. بالنسبه للعبيد اللي يعانيو مش يعانيو، هما تلقاهم عبيد فيجيتاريان اما ما ياكلوش حتى الحليب، ما يشربوهش، ما ياكلوش العظم، ما ياكلوش اللحم، ما ياكلو حتى شيء. دونك هذوك يتلزوا باش ياخذوا الحديد في الخضر، في الخضره يتلزوا باش ياخذوا الحديد في الخضره ولا الفيتامين بي 12 ولا الفيتامين بي 9، اما راهو مش باش يكون كافي. دونك هذوك يلزمهم يرجعوا للطبيب نتاعهم بيان سور باش ياخذوهم معناتها دي كومبليمون اليمونتير ولا حرابش.
عندنا الحديد ديما كي ناخذوه حراب شريم ديما يعمل كونستيباسيون، يقلق العباد ديما اللي ياخذوا الحديد حرابش يتقلقوا، فوالا يتقلقوا من كونستيباسيون. حتى مش حرابش، فوالا هو اللي ياخذ الحديد بصفه عامه بصفه عامه صار لي حاله امساك. امساك فوالا. دونك العباد هذوما شنو نقولوا لهم؟ نقولوا لهم يكثروا من الخضر، يكثروا من الخضره، يعملوا ان ريجيم ريشان فيبر، يلزم ياكلوا ماكله غنيه بالالياف باش تسهل لهم الطبيعه نتاعهم. متفاهمين؟ بالنسبه للنساء الحوامل، المراه الحامل راهي تستحق في اليوم 28 ملي جرام من الحديد. دونك المراه الحامل رانا ننصحوها حتى كان هي فيجيتاريان يلزمها تعاون روحها بطبيعه، ترجع للطبيب نتاعها باش يعطيها قداش بالضبط باش تاخذ، تعاون روحها ديما بالماكله اكثر من الحرابش، ما تمشيش للحرابش برشا، تمشي للماكله اكثر. نركزوا في الماكله نتاعنا على الخضره، قلنا ريم، على اللحم، الحليب ومشتقاته، والغله، وخاصه خاصه خاصه الموز، على خاطر فيه كميه كبيره برشا من الفيتامين بي 9 اللي هو حمض الفوليك. متفاهمين؟ ميرسي حبيبي، عايشك. هذيك اللي قللوا الدلل دكتور كليب. تيكو تاك معناها قلت لي من قبل ديجا تيكو تاك، قلت لك تيكو تاك هذا نتاع ما تكبتيني في ساعه، كبتيني المعلومه نتاعي، راني ماشي طاوله معاك. فاسون اللي كنت تقول فيه حبيبي بيه حتى الماكلتنا العاديه، يعني حتى الانسان اللي عنده معناها ما عندوش فقر الدم واموره متوازنه يحب يحافظ على التوازن هذا، خاطر ما يقولش انا الحمد لله ما عنديش فقر الدم، راه ينجم اذا كان انت فما خلل في الاكل ولا لاي سبب من الاسباب في اي عمر كان تنجم تجيك حاله فقر الدم. دونك انت كي تستحفظ على القواعد هذيا قدره ربي تتعدى سلامات. هو ديجا فقر الدم اللي راهو يجي السبب الاول نتاعو هو معناتها فقر تغذيه، احنا نقولوا له فقر تغذيه، فقر الدم فقر تغذيه. دونك التغذيه ماهيش صحيه. زيد معلومه اخرى ريم باش نقولها، اللي الخلايا نتاع الدم تتجدد في البدن كل 120 يوم. دونك بالنسبه للعباد اللي يعانيوا من فقر الدم كسوسوا صغيرات والا كبار، من المستحسن يعملوا تحاليل نتاع الدم بيريودي كل 3 4 شهور سامحني، معناها يتبعوا ان ريجيم اليمونتير بيان سور اللي احنا كنا نحكيوا عليه البازي نتاعو شنو ما، ويعملوا لي التحاليل نتاعهم لي بيلون نتاعهم بعد 3 4 شهور باش يشوفوا معناتها التو نتاع تحسن ولا ما تحسن. دايوغ احنا قدمنا حصه قبل على البليبي، فما برشا ناس يتحسن فقر الدم باللبليبي، يقول لك والله في الشتاء نتنعش، علاش ناكل برشا لبليبي؟ خاطر حمص، وحنا قلنا اللي البقوليات فيها كميه كبيره برشا من الحديد. دكتورنا باش نختموا، نقولوا احنا بثلاثه 3 غينوغ برك، وان شاء الله في حصص اخرى نرجعوا لنقص الشهيه او تنقيص الشهيه، ونزيدوا شو ما لي غينوغ الموجودين في تنقيص الشهيه، شو ما الحراب، شو ما النباتات، شو ما الطرق اللي نجموا نقصوا فيهم في الشهيه، خاطر فمش كان لي غينوغ، فمش كان الحرابش، فما الطب الصيني، فما العلاج عبر قصعه الاذن، فما برشا حاجات يمكن انت اللي تفرش فيها تويكا ما تجيش على بالك وتمشي اسرع ما يمكن للي ريجيم، ولانك تحرم روحك تقول حتى كان عندي شهيه نقعد جيعان ونشرب في عضو ماء، فما نعرف ناس كي يجوعوا يشربوا الماء ويقول لك باش الماء يعبي، في وقت اللي هو فما برشا طرق في الطب تنجم تعاونك انك تنقص في الميزان بتنقيس الشهيه، فما ناس شهيتهم محلوله يحبوا ياكلوا. دونك فوالا البليزير الريم كان تحكي الدكتوره قبيله، البليزير هو اللي اكثر دافع يخلينا ننجحوا، معناها نحب نعدل الميزان نتاعي، اذا كان نتخذ معناها طريقه بازي على الكيف وعلى البليزير ننجح بقدرة ربي بسهوله، وسورتو ننجح في بخلاف تعديل الميزان ننجح في الستابيليزاسيون اللي هي اهم مرحله. برشا ناس يجي يقول لك راني عملت ريجيم برشا مرات ونحيت وعاد رجعت نحيت وعاد تلقاها ما عملتش ستابيليزاسيون، على الاقل هذيك مهمه باش ستابيليزاسيون زعما زاد تكون بازي على البليزير على الكيف، معناها تبدا تعمل حاجه وانت مفرهد عليها حتى تعمل ريجيم الماكله تكون فيها كيف فيها بن حاجتك الحاجات البنين اللي تحبهم هذاك يخليك تنجح. كيف كيف حتى لي دغينور نحبوا نحكي على الحاجات تحبهم على الحاجات برضه مش نعطيكم دغينور تحبوهم يكونوا فيهم يكونوا بنين. قبيل حكينا على السيترون في الماء اخذ معناها حاجه بنينه برشا بنينه برشا والله بنينه فيها كيف فيها بنه بلي نقص على كلامك بالعسل فما دغينور نحبوا ياسرين نستعملوا ديما القارص والمدنينه
والله يعطيك صحه قرص المدلين يعني بنين سورتو لو زيست معناها القشره نتاع فوز كل حاجه تحطوا بقشرتهم زوز سورتو معناها الخيخة تعاوننا برشا تقوي الفي نتاع دريناج اما جوست ننبه اللي يشوفوا فينا انه يعني لازم تكون تحصلت على المدلين ولا القارص ولا القوارص اللي نحكيو عليهم كل من زرتك ولا من حد متاكد اللي هي مش بالدوية بيان سور خاطر اذا كان نحكيو على القشره وحاجتنا احنا بالبارتي اللي تحت البيريكاب معناها مهمه برشا في اللي في تاعها اما لازم تكون تكون امنه ما فيش ناخذوا السيميتيث اللي محضرهم لنا دونك عندنا الاولاني هو لوكتو سيفون الحقيقه نبته خارقه العاده تعاوننا باش كي قبيله تفكر قلنا الكيلوات اللي يبداو فيسع هذاك مرمي احنا كيف نبداو بدينا بالكبده وحضرناها ورتحناها الدهون اللي باش تذوب كيف نعملوا لوكتو سيفون نسهلوا في تخريج الدهون سيرتو الشطر الوطني نتاع البدن برشا بون رجال ونساء تلقى الشطر الوطني فيه بزاف دهون الدهون اللي حول البطن زاده حول كذا باش تخرج نعاونوا معناها تخريج الماء معاهم اما طون اوكتوسيفون نبته رائعه نلقاوها في الصيدليه تو ولات حتى دي ساشي ولات موجوده ما نجمو ناخذوا انفيزيون مي في الصيدليه ساهل فما حبوب معناها حرابش تنجم تعطينا لي في درينور نتاعها واحنا نشربوا حرابش حتى كي مش في الماء فما برشا ناس تقول لك انا نحبش نشرب ترتين ماء ونفد دونك باش تاخذ حرابش سينو المستخلص سائل موجود معناها عندنا زوز اشكال تاع مستخلص سائل 5 مليلترات معناها ملعقه قهوه نحطوها على نصف ايتر ماء وهذيك نشربوها في الشطر الاول تاع النهار معناها ريت بعد فطور الصباح بنصيف ساعه نبدا نشرب هيك نصف ايتر ونسيما تقول الدريناج ولي درينور ماذا بينا يكون في الشطر الاولاني نتاع توتافي اي مهم الشطر الاول نتاع النهار على خاطر هذاك الشطر الاولاني اللي يبدا لنا الميتابوليزم يبدا باش يدور بالكدا الكلوه باش تخدم خير اون بليس الميدان اللي نكونوا احنا الميتابوليزم نتاعنا في الشطر الاول نتاع النهار جينيرالمون باش ياخذ من اللي ناكلوه احنا وباش ياخذ شويه من الغزيرف دونك الفتره هذيك باهيه باش نجموا نخرجوا بسهوله دونك وسورتو انا ما نحبش في الليل نشربوا برشا في العشيه نشربوا برشا ماء باش ما نتقلقوش في الليل خاطر فما بارتي العب باش يقوم ليه التواليت في الليل دونك هذه ماذا بينا نجنبوها دونك هذيك الشطر الاول تاع النهار مهم بور لي درينور الكلهم كيلكو سوا اللي حكينا عليهم الكل الحاجه الثانيه الميليلو ميليلوتوس اوفيسيناليس نلقاو هذا في الصيدليه ورائعه جدا عند النساء بالذات اللي عندها الشطر الوطني تاع البدن اللي فيه زياده الوزن وسورتو اذا كان شويه العروق ما همش في فورما اذا كان ولدت وزادت الميزان بعد الولاده اذا كان فما شويه دي فاريس ميليلو رائع معناها يعطي ميليلوتوس اوفيسيناليس ونخير في الحاله هذه ناخذوا ليكيد معناها 5 مليلتر 5 مليلتر ملعقه قهوه ناخذوا مستخلص سائل من الصيدليه خارق العاده نحطوا على ايتر ماء 5 مليلترات على ايتر ماء نجموا نزيدوا فيها الترونش نتاع القارص اللي حكينا عليها قبيله تزيد تبنن وتتشرب كما قلنا تو ما بين فطور نصف الصباح وفطور نصف النهار نص ساعه بعد ما كملنا فطور الصباح نبداو نشربوها بشويه بشويه حتى قبل فطور نصف النهار بنصف ساعه نكونوا كملناها دونك الحقيقه رائع في تحسين معناها الدريناج نتاع نصف الوطني نتاع البدن الحاجه الثالثه معروفه اللي هي شو اسمها ورق نتاع العنب ورق العنب الحمر الورق العنب الحمر نلقاهم معناها انفيزيون نلقاو دي ساشي نجمو معناها نعملو بتيت انفيزيون نتاع 3 4 ساشي في نصف ليتر ماء اذا كانت حصلنا عليها ساشيات اذا كان ما تحصلناش ساشيات نجمو ناخذوها من الصيدليه نحطو حبوب 200 ملغ كل يوم اللي ما يحبش يشرب ماء 200 ملغ بعد فطور الصباح برشا ما يحبش يشربوا ماء اي خاطر شوف احنا عندنا الفكره انه الدريناج ما يصير كان بالماء الحقيقه مش كان بالماء اذا كان عندك اون بلانت كي فافوريز تعاون تخريج الماء من البدن تنجم تاخذها في شكل حرابش صح ماخش وسي سيفيك ناجح دونك وان شاء الله يا ربي نحكيو حتى على لو دريناج لمفاتيك توتافي مانويل اللي هو زاد نوع من الانواع اللي يحمي البدن وينظف البدن ويعاون على الرجيم حاجه ممتازه جدا ان شاء الله نجيوها في الصحه مليح افيكاس دونك اذا كان كيما قلنا لقينا ساشيات نجم معناها نعملوا اون انفيزيون لون طويله معناها خليه 10 دقائق حتى 15 دقيقه بعد ما نحينا الماء وحطينا فيه لي ساشي سينو نجم ناخذوا المستخلص سائل 5 مليلترات
على إيترامي، ويكون ايضا نستعمل نفس الطريقه بعد الشقاء بعد فطور الصباح بنصيف ساعه ونشرب كما قلنا على طول الصباح، يكون خرق العاده سورتو للناس اللي العروق الجويده هي اللي فيها اشكال، معناها العروق الجويده لي بتي كابيلا كل ترا الجلده فيها كما العروق الغوز وفيولي في الشطر اللوطاني نتاع الساق تلقى نفخ اكثر في اللي تحت الركبه، دونك الفينيغوش حاجه خرق العاده، وعند الرجال زاده مهمه برشا الفينيغوش عند اللي معناها نتاع اونتي اوكسيدانت وتنقص الاكسيداسيون وتعاوننا في تخريج الدهون سورتو لي توكسين اللي ذابوا مع الدهون اللي حكينا عليهم قبيله، معناها السموميات اللي ذابت معناها الفيني روج تعاوننا. التاي الاخضر الحقيقه حبيت ايضا نذكره نجم نحطوا اي نخدموا ولا نعاود بقدره ربي للموضوع هذا نحطوا الريم التاي الاخضر نجم نحطوه معناها ان ساشي نحطوه مع لي تخوا بلونت اللي سميتهم نجم نزيدوه مع اي واحده منهم. حاجه الاخرى الريم اللي ذكرتهم ثلاثه راهو نجم نعملوا التيرنونس ما بيناتهم. علاش التيرنونس؟ معناها خديت اسبوع نبته الاولى، اسبوع ثاني نبته الثانيه، اسبوع ثالث نبته ثالثه. علاش؟ على خاطر بدلنا ديما يخلط المرحله يعمل اون ريزيستونس يخليك تخرج ما بعدكش يشد فرينات. ما عندناش وقت باش نذكروا علاش، اما هذا شنو قاعد يصير؟ دونك احنا هيك اش نعملوا حتى في البريسكريبسيون ميديكال ديما اون شونج لي بلونت خاطر فما دي ميكانيزم اون لي كونتور باش يقعد ديما افيكاس. دونك اسبوع هكا اسبوع هكا اسبوع هكا نعاود نرجع لها بعد الاسبوع الرابع. وهو راهو بدنا على موضوع مهم ياسر، كيف وقت اللي بدن يقف ما عادش حاب يتبعك في الريجيم ولا في دريناج ولا في حتى علاج اخر، شنو نعملوا له ان شاء الله يكون موضوع من مواضيعنا في الصحه والناس. الفراش تحسهم كثر كاينو قال يزي معناها اجاني السحنه ياسر قربت دونك لازم نمشي الكوجينه. كل شيء حذر عنا واحنا بدينا راهو ناكل شويه نعملوا لي توش نتاعنا قبل البلاتو فينال هذا اللي بشوفوا فيه انتم تويكا العشاء نتاعنا. انا ما نعرفش علاش نقصت على الفوندون لونه يظهر لي لونه نقصت على الفوندون حاجه في الكويسون نتاعو دونك لا وعلى خاطر بالقمح الحقيقه قعدت متردده زعما يجي به زعما يجي لي نتصور فوندون تاع الشيف كيما ما كلته الكل باش تكون حاجه بنينه ياسر معناها الفوندون تاعنا العادي الفوندون تاعنا دونك مخدومه بال باه بالفرينه قمح في صبرنا من بعد الحلو ما نذوقوش الملح دونك ما نجمش نذوق الحسو اما الحسو تاعنا حضر هذا الحسو تاعنا كيما ريتو جيري هكا سي بون هذا الحسو تاعنا جيري بالخضره هذا الخبز اللي بنين برشا ريحته بنينه باش ما نبداش نفلم ياسر الريحه نتاعو بنينه والخبز هذايا خبزنا ريتو نجم تعدي بيه بالنخالة والقمح دونك اوه من لا ريحة في الخبز من لا ريحة في الخبز هذا خبزنا والحسوم تاعنا والفوندون تاعنا كله في الديتيتيك والكل قمح الفوندون ناقص السكر توتا في نورمال انت ذوقتني السكر نتاعك البيو قبيليك قلت لي ذوق قلت لك بسكويت قلت لي لا راه سكر بيو هذاك سكر بيو هذايا عملت بيه الفوندون هذاك خدمت بيه الفوندون ناقص حلاوة كمان توتا في نورمال سينو فوندون بنين ياسر خبزنا ريحته بنينه ياسر الحصوم تاعنا فيه الخضره وفيه فرينه القمح ما ينجم يكون كان حاجه بنينه من دين الشيف انيس بن رزوقه ميرسي بوكو شيف ربي يخليك لينا دكتورنا سيمي غطاس شكرا ليك حبيبي بالحاج اخصائيه في التغذيه تنورنا ديما حبيبي ما نجموش نعملوا صحه والناس باش بكرا عايشك ميرسي جيتوا بحرينا انتم تفرجوا فينا صحه دايما ليكم الناس الكل نتلقاو كل نهار خميس 9 متاع الليل على الوطنيه 2 اللي عاده تكون ان شاء الله نهار الاحد ماضي ساعتين تصبحوا على خير.